أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم بصراحة معنا ضيفين عزيزين على قلبي، الأخ أحمد دنانة والأخ سالمان هاتم. خلونا نرحب فيهم البداية. أهلا وسهلا فيكم أحبائي. أهلا بيك يا جان، أهلا بيك، مبسوط إن أنا معاك النهارده. تسلم يا طيب. أهلا بك سال، أهلا بك سال. جان حبيبي اهلا فيك ومستمعيك ومشاهديك وتحياتي لكم جميعا. شباب، انا بصراحه انا بدي ابدا بموضوع البرنامج الجديد اللي مساوينه اللي اعلنا عنه طبعا، الاتجاه المشاكس. يعني بنشوف كثير اصدقائنا بيدخلوا، اصدقائنا بيدخلوا ما بيعرفوا غير الشتائم، دب 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 دب، شتائم شتائم شتائم، يعني وبلا معنى، يعني بلا معنى، يعني وهي الشتائم بتعبر عن ثقافته عن تربيته عن فهمه يعني لهالدنيا هي. برأيكم، برأيك خلينا نبدأ مع أحمد. أحمد، برأيك شو أهمية الحوار مع المؤمن، يعني مع خصوصا المسلمين اللي عندنا موجودين اللي غارقين في وحل الانحطاط اللي شايفينه، شو أهمية الحوار معهم؟ تفضل. هم بيشكلوا خطر بسبب عقيدتهم ومعتقدهم، وبما انهم بيشكلوا خطر فاحنا لازم نتناقش معاهم ونتكلم معاهم ونفهمهم ان هذه العقيده الدمويه الشرسه العنيفه هي عقيده خاطئه وغير صحيحه ومن صنع البشر. الحوار لازم ولابد، وهم لو عندهم الشجاعه الكافيه يواجهونا ويتحاوروا معانا ويناظرونا يتفضلوا، انما هم لا يمتلكوا كما انت ذكرت إلا الشتائم والسباب، لأن على رأي المصريين هو ده تمامهم، يعني هو ده آخرهم، يعني هم لا يملكوا إلا الشتيمة والسباب والحاجات دي للأسف الشديد. وهي الثقافة اللي يعني اللي عم نعاني منها وهي سبب دمارنا. شو رأيك أنت يا سال؟ بدي أول شيء رجعنا ناخذ كاسة معا. تحياتي لكم من واشنطن العاصمة، نحتفل بحريتنا بالإنسانية. تشيرز. تشيرز سال، تشيرز. وأنا كاسكن، أنا عندي قهوة يا شباب، هني عنده واحد بيرة واحد عرق وأنا عندي القهوة. صراحة اللي عم يحدث هو أولاً هو الـ ما يسمى بالإفلاس الأخلاقي والإفلاس الفكري. العنف دائما يرجع من هذه الخلفيات، إخلاف يعني إفلاس ثقافي، والإفلاس الفكري اللي بوضوح ممكن رؤيته من بعيد بكل مجتمعاتنا الإسلامية. وأكيد خلي أبدي في بداية أخي وأختي المسلم، هذا ليس أمر ضدك أنت شخصيا، لكن عقيدتك الإجرامية اللي إحنا ضدها. طبعا معروف على قناتي، على قناة أحمد، على قناة جان وكل القنوات الأخرى المنفتحة، المسلمين الوحيدين اللي هم يعني أرض للشتائم والسباب صارت نكتة، يعني صرنا نضحك عليهم صراحة. كنا زمان نزعل في البداية بس الآن صارت نكتة. وإذا عندكم شيء إحنا عم نطرح، إحنا بدنا الإنسانية فقط، حريتك، عيش حر، عيش يعني live and let other live. Live and let live، عيش وخلي الآخرين يعيشون بحرية. ما بدنا شيء من عندكم، أنتم اللي بدكم السيطرة والعبودية والقمع. فهاي نقطة في البداية. وتفضل جان نفتح المواضيع. بصراحة قبل ما أطلع على الهواء هون قريت كلمة كان كاتبها صديقنا أحمد حرقان، إنه أنا إذا بركز على المسلمين فهذا لأني بحبهم وبدي أنقذهم من الدين اللي هن فيه، يعني باقي الأديان غير المسلمين ما وهي مني كتير، يعني التركيز على المسلمين لأنه أهالينا بنحبهم بصراحة. ويعني أحمد صاب عين الحقيقة. طيب خلونا نبدأ بموضوع أورلاندو، هاي الشاب الأفغاني هذا اللي بيقتل 50 شخص بدم بارد. تفضل. الحقيقة أنا عايز أبدأ كلامي وأوضح إن الدين الإسلامي مش بريء
من دم هؤلاء. ليه؟ لأن في أكتر من موضع في الحديث والسنة يأكد على قتل المثليين جنسيا أو الشواذ. وأنا كنت بعت لك في على الماسنجر حديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه. الفاعل والمفعول به. وبيقول لك ايه؟ وصححه الألباني في صحيح الترمذي. يعني حديث صحيح يدرس في الأزهر والإسلام مسؤول مسؤولية كاملة عن أحداث أورلاندو. لما انت تدرس للناس للأطفال أو للشباب المراهق كلام زي كده، انت منتظر ان هو لما يطلع يعمل ايه؟ يعني يحب المثليين جنسيا؟ طبعا هيكون لهم العداوة والكراهية ويتمنى قتلهم، لان انت علمته كده. هذا ما تعلم وهذا ما تلقى في الازهر في المدارس، فماذا تنتظر يعني؟ طلعوا طبعا مشايخ في امريكا خصوصا في ولاية فلوريدا، طلعوا في التلفزيون يقولوا لا الاسلام ما بيقولش كده، احنا ما 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 هذا الشخص الذي فعل هذا الفعل المشين ليس مننا وليس بمسلم وليس، وحاولوا ان هم يبرروا الاسلام كعادتهم من هذه الجريمة الشنعاء. لا، انا بقول للناس ديت اللي طلعوا في فاكس نيوز وطلعوا في السي بي سي في الفاكس نيوز وفي البي بي سي امين ينكروا التهمة عن الاسلام، لا الاسلام بيقول كده والحديث الصحيح اهو، ويدرس هذا في الازهر في مصر. فانتوا ليه بتكذبوا؟ انتوا ليه بتنافقوا؟ ما تواجهوا الحقيقه. انتم تدعون المسلمين معتنقين هذه الديانه قتل الشواذ او المثليين جنسيا. وبعدين في نقطه الناس مش فاهمها عن المثليين جنسيا في الميدل ايست، يعني المثلي ده مولود كده، ده حاجه غصب عنه، يعني هو عنده خلل في الهرمونات، هو يميل للانثى اكثر من الذكر. فانت بدل ما تشفق عليه وتعطف عليه احمد حبيبي، انا بصراحه يعني لا اميل انه في خلل، اي خلل هرمونات، هو مثل انسان طبيعي، يعني الطبيعه فيها الزواج ممكن يكون ذكر وانثى، ممكن يكون انثى وانثى، ممكن يكون ذكر وذكر، الحاجه الجنسيه للجينات بتكون يعني موجوده بكل الانواع مثل الشجر. اعتقد ممكن انا اكون مخطئ، قد يصححني مثلا طبيب من الاطباء اللي بيشاهدونا وليكن جورج بول. انا على حسب قراءاتي وعلى حسب معلوماتي عن طريق الانترنت ان المثليين جنسيا بيتولدوا كده، بيتولدوا لان هرمونات الانوثه اكتر من هرمونات الذكوره، فحاجه غصب عنه، هو مش حاجه باختياره او بارادته. هي لوك لايك مان، هو شكله ذكر بس هو من داخله من نفسيته ما يحس به هو انثى، فدي حاجه مش بارادته، هو لم يختار هذا تماما، زي ما انت ما اخترتش انك تكون راجل او انت ما اخترتيش انك تكوني ست، هو كمان ما اختارش ان هو يكون مثلي، هو اتولد كده. فاحنا ما نقدرش نحاسبه على حاجه هو مش في ايده او مش في استطاعته او ما اختارش. وبعدين هو يعني لو انت مش عاجبك الوضع او مش عاجبك المثليه مثلا، ود وشك الناحيه الثانيه، انما ان انت بكل بجاحه وبكل عدوانيه وكراهيه تروح لهم مكان ما هم يحتفلوا دي بارينج، يعني زي ما بيقولوا في امريكا and they having fun، وتروح وتتعدى عليهم وتقتلهم، انت انسان مريض، واللي حسك على كده ودفعك لكده برضو انسان مريض. فنحن نشكب هذه الاعمال العدوانيه واحنا ضدها تماما. وانا يعني بكل الحزن والاسى انعي اهالي الضحايا، طبعا شيء مروع وشيء فظيع، وارجو واتمنى ان لا يتكرر مره اخرى. وهو كان حدث مباشر وفعل فعل مباشر وصدنلي يعني هابن، الشرطه والجهات الامنيه ما قدرتش ان هي تاخد حذرها من هذا السفاح، وان هي ترضعه وتوقفه عند حده. ف لا نملك ان احنا نقول ان سبب هذه الفعله
هو العقيدة وليس هذا الشخص. هذا الشخص ولد في نيويورك، هذا الشخص أمريكي الجنسية، دخل مدارس أمريكية. كل المشكلة إن هو أهله شرحوا له العقيدة الإسلامية وتربى على هذه الكراهية والبغضاء، ولما كبر طبعا قرر ان هو يموت في سبيل هذا الاله ويفوز بالحريات. واحب ادي الفرصة لاخي سال ان هو يكمل الكلام. تفضل اخي سال، يعني اعطينا رأيك باللي صار، باللي صار هالمجرم هذا اللي قتل 50 شخص بدم بارد لأسباب معفنة في دماغه يعني للأسف. well, هذا المجرم عفوا خير ممثل للعقيدة الإسلامية كما ذكر يا أخي أحمد الترمذي والنووي والبخاري ومكيمي مسلم، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اقتل الكفار في ماراثون بوسطن، اقتل الكفار في محطة المترو، والرسول نفسه قال اقتل الكفار في محطة بلجيكا ونيويورك سيتي. بغض النظر ما قال هؤلاء الشيوخ المعتوهين في كتبهم وفي قرآنهم الكريم، العقيدة إجرامية خلصانين من عندها. احنا الشاب يعني عايش في أمريكا لكن مخه ملان في المزبلة الإسلامية. وكما ذكرت يا أخي جان، واجب المسلم وات ما هو واجب المسلم الآن؟ هو الدفاع عن النبي المعتوه والعقيدة الإجرامية وعن أفعال محمد. تحكي معهم يحاولي يعني احنا يلتموها ويرقعوها بأي طريقة ممكنة، هذا واجب المسلم الآن بغض النظر عن كل أحاديث الإجرام والقتل والآيات الشيطانية والآيات الإجرامية. Now, أنا أختلف مع أخي أحمد في طبيعية الأخ المثلي والأخت المثلية. First, في نقطتين، إذا كان طبيعي أو غير طبيعي. أنا ما دخلي أنا إذا كان طبيعي أو لا. ما يعمله هذا الشخص المثلي ولا وما يعمله أي شخص آخر ليس من شأني، وهذا اللي تعلمناه في الحريات الغربية: اعمل ما تشاء بس لا تعتدي على الحقوق وحريات الآخرين. أما بالنسبة للطبيعي أنه هو حتما 100% طبيعي، كلنا في عندنا جينات أنوثية وذكورية اللي تضغي، الجينات اللي تضغي مع النمو هي اللي تأخذ. So, إذا الشخص بده يروح يعني يمارس هذه الطقوس أو يمارس العملية أو ممارسة الحب بأي طريقة بدي إياها، it is not my business، لأن هذا مش شغلي. بس بالمناسبة الشخص هذا المجرم المسلم كان في عنده ميول مثلية، وأرسو كان عنده الشيزوفرينيا الفكرية لأنه تعرف مشوه بالعقيدة الإسلامية، فكان يعرف أنه هو كان متردد على هذا البار، وبعدين كان بده يغسل ذنوبه يعني. فانه قرر اخيرا يعني اخر شيء وصل له بتفكيره الغير محترم انه ياخذ سلاحه ويروح يقتلهم، عسى ولعله الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبه ويعطيه هناك فحول الغلمان المخلدين. فاكيد هو ملوث يعني ملوث فكريا، ولازم يفهموا يعني ما نمارسه الآن أحمد في أمريكا وجان في لندن وأنا في أمريكا too. ما في حدا يفرض عليك ما شيء ما تحبه، يعني تمارس ما تشاء ضمن القانون والحريات الشخصية وعدم الاعتداء على الآخرين. طبعا هذا غير معروف في بلداننا. شكرا. بكل تأكيد أخي. طب خلينا بس حتى نعرف إنه العلاقة وثيقة بصراحة بين الإسلام وقتل المثليين الناس الطبيعيين يعني، ولكن شاءت الأقدار إنه يكون مثلي. خلينا نشوف بعض الصور. أنت أخي أحمد بعثت لي صورة، أنا ضغطت عليها ثلاث صور تانية، خلينا نشوف الصور هاي. يعني الفعل الداعش اللي هي مثل الإسلام الحقيقي،
يعني مثل أيام محمد ب3D يعني بيكون على الكلمة وهي تفعل أقل ما فعله محمد بصدر الإسلام. خلونا نشوف مع بعض الأربع صور هاي ونرجع نتابع حديثنا. الصور ما واضحة بس قولوا لي ما واضحة. هاي من شايفين الرجل ومغطين له ايديه ومشايفينه والشباب المسلمين الكيوت عم يتفرجوا، يعني منظر كتير عاجبهم قاعدين عم يتفرجوا على هاي الشخص تاني ويشوف الجمهور يعني فقط لأنه مثلي والمثلية شيء طبيعي يعني. المسلمين الكيوت ما حدا بقدر يقول بحكي كلمة ضد هالأوباش هذول للأسف. لا أنا ما أعترف بهاي مسلم الكيوت صراحة. المسلم المعتدل اليوم هو المسلم المتطرف tomorrow. I don't buy it. بالضبط بالضبط بالضبط. طيب قتلة وسفاحين. تفضل أحمد تفضل. يعني قتلة وسفاحين وناس مليئة بالكراهية والعدوانية ولا يصلحوا أن يكونوا مواطنين في أي مجتمع ما، يعني أينما وجدوا سوف يخربوا هذا المجتمع بأفكارهم المريضة وعقيدتهم العدوانية الكريهة. يعني مش هقول لك إيه يعني ناس قاعدة في بار بتهفن وبتقضي وقت كويس وموضوع أن هم مثلين الجنسية دي قضيتهم مش شغل حد تاني، انت مش عاجبك ما تدهمش انتباه، ما تبصش، ما لكش دعوة. انما هذا المريض، هذا القاتل السفاح الافغاني فضل يرتب ويخطط حتى ان دخل هذا المكان وقتل اكتر من 50 واحد واصاب اكتر من 50 واحد تانيين في المستشفى بين الحياة والموت. يعني انت ايه يا اخي؟ انت ايه كنيتك؟ انت ايه نفسيتك؟ انت ازاي تعيش وسط البني ادمين والبشر؟ انت لا تصلح انت وامثالك ان تكونوا مواطنين وان انتوا تعيشوا وسطنا، ما ينفعش. احمد انا وسائل الامن بشبههم لمثل السرطان، يعني هلا مثلا يعني هن اصلا نحن كلتنا هربنا من هذه البلاد لنازع، يعني اليوم انا كسوري هربان من هالحرب هاي والاجرام الاسلامي الموجود، يعني الشيعي العلوي عم بقتل السني والسني عم بقتل العلوي، اخونا سالم العراق هربان كمان من هالشيعة والسني عم بقتل بعضهم، وقس على ذلك يعني كل السوريين بتلاقيه طلع وكل المسلمين، يعني انا ما قصدي السوريين بالتحديد بس المسلمين عموما، يعني كان المصري ولا الليبي ولا التونسي ولا الجزائري، يعني المشاكل الموجودة هي بسبب هالدين هذا وتعاليم هالدين هذا، فعم بيطلع من بيهرب من من يعني مشاكل هالدين هذا بيروح على منطقة آمنة بعيدة عن هالدين، بيحاول يصدر على المشاكل هاي نفسها اللي هو هربان منها بالأصل. يعني أنا بسميه سرطان. سرطان لما بيدخل الجسد بيحاول يهرب من منطقة لمنطقة صالحة ويخبرها. شو رأيك بالفكرة؟ يعني هذا اللعين أنت تطلب السؤال لي أم نسأل؟ عفوا أنا بس تعقيبا سؤال خلي سأل بالأول ونرجع لك. تفضل سأل. يا لو تعقيبا على كلام جان، يس حبيبي، كنا جينا هاجرنا تركنا بلداننا للذهاب نستمتع في بلدان أفضل، حياة أفضل، حرية وكرامة. وكما ترى أنا طبعا عندي 20 تي شيرت ألبس العلم الأمريكي من اعتزازي به البلد اللي احترمني، وخلي أول مرة أحس أنه أنا إنسان متكامل لكل الحقوق والواجبات، ولم يفرق هذا البلد بأول يوم كنت يوم فيه بيني وبين ابن البلد الأصلي. فهذا المريض المسلم، ولازم أسميه المسلم لأنه معظم القنوات لا تجرؤ على ذكر هذه الكلمة، هذا المريض الإرهابي المسلم قتل هؤلاء
لأنه اسمع أمريكا فتحت أذرعها لهم هو وعائلته من بلاد أفغانستان يعني زبالة الكرة الأرضية خلوه هون في أعظم مدن أعظم مدن العالم أورلاندو يعني أورلاندو معروفة إنه مدينة السلام ومدينة الطفولة لأنه فيها الوالت ديزني أوكي سو مع إنه تربى في أحضانهم وعايش حياة سعيدة جدا وعنده بيبي باي ذا واي عنده يعني عنده طفل وعائلته عايشة هناك لكن ستيل لما ذكرت يا جان السرطان الإسلامي في مخه يعني الإسلام كالسرطان يجب القضاء عليه الطريقة الوحيدة للحياة بسلام هي القضاء على الإسلام وأنا دائما أقولها كلما ازداد المسلمين في أي شعب من الشعوب كلما انحط وازداد تفاهة والسفادة عفوا تفضل أحمد أعطينا رأيك بالسرطان بصراحة والله أنا كنت لسه قبل ما أنت تسجل معايا كنت بتفرج على حلقة النبي دانيال وقال كلام عجبني كتير جدا يعني قال لك إن المشكلة في الفكر الأصولي وعلى حد تعبيره كان كنا بنتكلم عن مصر قال لك الأزهر طالما أن هناك مؤسسات تدعم هذا الفكر الأصولي لعدوان المريض I'm sorry بس كان الصوت عم بطلع من عنده صدى فقلت له يطفي الميكروفون من عنده سال تمام فأنا بكرر تاني زي ما قال النبي سامي دانيال سامي ديب في تعليقه لما أنا سألته السؤال وقال لك أن الأزهر هو المشكلة هو فعلا هي دي المشكلة المشكلة في المؤسسات الدينية التي تدعم هذا الفكر المريض هذا الفكر الأصول العدواني فكر صلعم فكر الوهابي إن لم تقدر هذه الحكومات على القضاء على هذه المؤسسات وإغلاقها بشكل نهائي وتطبيق العلمانية سوف يظل هذه الأفعال الإجرامية ستظل موجودة وسنراها ولن لأنه هو عقدته كده هو مؤمن بهذا الشيء هو مؤمن بأن المثل الجنسي كافر ويجب قتله فأنت يعني هتعمل إيه طب في الكلام يعني كيف تجميل هذه العقيدة هذه العقيدة لا يمكن تجميلها لا يمكن الحصول على مجتمع سوي مسالم ناجح إلا بالقضاء على المؤسسات الدينية تماما وعشان إحنا ناس علمانيين وبنقدر حقوق الإنسان فأنا ما عنديش مانع إن الناس دي يبقى ليها جوامع تصلي فيها بعيدا عننا تماما وبعيدا عن الحكومة والدولة والكلام من ده مفيش مشكلة أنت حاسس إن أنت عايز تمارس هذه العقيدة مارسها بعيد عني لا تفرضها علي لا تطبق شريعتك المريضة على المواطنين يعني المشكلة في المؤسسات الدينية اللي بتدعم هذا الفكر الوهابي المريض يجب القضاء عليه بالضبط وأنا بصراحة يعني أؤيدك بهالرأي هذا يعني هو المنبع الإرهاب هو هالمؤسسات الدينية وهالفكر الديني هذا إذا قدرنا نقضي عليه فقضينا على الفكر الإرهابي بشكل كامل طيب في عندي خصوصي يعني لما تصير هيك حادثة مباشر بعد ما تصير الحادثة بتطلع بتلاقي التصرفات هاي اللي بنشوفها مثلا بيطلع لك واحد واقف بالشارع انا مسلم احضني فبتجي الناس تحضنه يعني bullshit that's bullshit تحضني ده مريض ابن لزين بالضبط السؤال هون يعني تصور انسان ملحد انا اروح مثلا على خلينا بالقاهرة او بمكة او بالمدينة ومن كان واقف انا ملحد احضنوه ف يعني المفارقة هون يعني الانفصام بالشخصية الإسلامية هي اللي بيحول
الجريمة المجرم إلى ضحية يعني. كل حادث بيصير بيطلعوا بعد المسلمين هذا ليس من الإسلام وهذا ليس من الإسلام وطريق الإسلام طبيعي. ما محمد نبيكم سوى هالشيء مكتوب بكتبكم مكتوب بقرآنكم يعني لا إيمت. شو رأيك بتمثيل دور الضحية يا أحمد؟ يا باشا هم عندهم حاجة اسمها مبدأ التقية. مبدأ التقية دوت إن هو يخادع العدو يعني هو بيعتبرنا إن إحنا أعدائه وإن هو مش قادر مثلا علينا يوم يعمل إيه؟ يوم يخادع يكذب ينافق. هو يعلم تماما أسس ومبادئ هذا الدين وما يحسه هذا الدين على قتل المرتد وقتل الشاذ وقتل 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 ويعلم تماما هو من بهذه العقيدة تماما. لكنه بما انه متواجد في المجتمع الغربي ومش عايز ان المجتمع الغربي يطرده او يسجنه او يحاكمه بتهمة الكراهية يوم يعمل ايه؟ يقولك لا يا عم الاسلام مش كده، ده الاسلام تسامح، ده الاسلام سلام. لا بولشت، الاسلام كله قتل وعنف ورهاب وهذا ما تؤمن انت به، انت بس مش لاقي الفرصة. انت المسلم الكيوت ده اول ما يلاقي الفرصة اول واحد هفجر نفسه هو. وانا عندي اصدقاء على الفيسبوك مسلمين كيوت كتير، انا عملت لهم بلوك وكتير عملوا لي بلوك بعد اعلان الحادي، وظل بعض منهم يريد ان يرى ماذا اكتب وماذا اقول وماذا افكر، لان هو يؤمن بهذا المبدأ التقية ان هو انا اتخابس واتلائم واتلاعن واعرف ده انا ده بيقول ايه والنوع على ايه ونزل مصر ولا لا وبتاع. لان انا لو خلاص قلت له انا بكرهك وعملت له بلوك انا كده مش هستفيد حاجة، لكن انا عايز اذيه انا فخليني بقى ايه، اخليني بقى ان انا اوريه ان انا مش عدواني، ده الاسلام ما بيقولش كده، ده مش لا ده الاسلام ام كده، ام العنف وام الكراهية وام القتل، كل نصوص الاسلام كده والقرآن كده والسنة كده. ومذبحة قريظة ديت اكبر دليل، 860 بني ادم في ليلة ذبحهم طير رؤوسهم ما عملولوش حاجة. هو كده الاسلام، هو كده. والاسلام دي من صنع البشر، وانا اقولها جهرا في هذا البرنامج مع صديقي جون، هذا الدين من صنع البشر، من صنع صلعم. صلعم فعل هذا، صلعم هو من ادعى النبوة وصلعم هو من افتكس هذا الدين، ونحن نعاني من فكسة صلعم الى يومنا هذا. بس للأسف الشديد أخي أحمد بصراحة صدقت يعني الشخص مريض صنع دين إجرامي، وهالإجرامي هذا يعني يعبر بشكل واضح عن الوجه الخبيث الوجه الشرير في الإنسانية يعني للأسف الشديد. أخي سالم شو رأيك بتمثيل دور الضحية عند المسلم؟ يعني كيف تقيمه؟ كيف بتشوفه أنت؟ والله هذا صار يعني مسرحية هزلية يقوم بها المسلمين بعد كل حادث إرهابي أو حادث إجرامي. لاقي ذولا اللي يسموه الكيوت، أنا لا أسمي أي كيوت ولا أسمي أي مسلم معتدل، الإسلام هو إسلام، إسلام واحد. معتدل اليوم هو إجرامي بكرة. عم يستنى يعني المسلم عبارة عن قنبلة موقوتة ستنفجر عن قريب، لا تعرف متى ستنفجر. لا اتفق مع اي من يقول الاسلام معتدل، هذا كلام فاضي. انا قرات القران واعرفه تماما واعرف ايات القتل وايات الاجرام. بعدين تعقيبا على كلام احمد، مش بس المثليين هم، يعني الاسلام يمشي ويقتل كل من في الطريق، المثلي الموظف الطالب الرياضي، هي يعني ماكينه قتل مستمره. اما هؤلاء هذا اللي انا شفت كل هذا الشيخ او ما اعرف شو لابس دشداشه واقف في الشارع، انا مسلم احضني، لا انا اضرب شلوت لو صار قدام اضرب شلوت صراحه. يعني مشوها على يعني حرام صدقني جان، وانت شفتها يعني. واحمد الامريكيين ناس طيبين ما يعرفوش ايش مخبي، طيبين جدا ما يعرفوش التقيه. يعني أنا في سؤال بالمناسبة، في سؤال أحد مشاهدين طرحه الآن، لا تحب نتطرق له الآن لأن عندي أجوبة إله. وأنا ذكرت قبل شوى
شوي واجب المسلم. سال انا احمد الحمدي علاوه بس تاخذ الصوت من عندك لما سال يحكي كان شوف تفضل تفضل سال. يا عفوا انا ذكرت قبل شوي واجب المسلم الدفاع و يعني ابتداع المبررات لكل عمل اجرامي لمحمد، لكل اغتصاب جنسي لمحمد، لكل جريمة لأتباع محمد من القرن السابع ولحد الآن. So يعني بس إجرام خلاص، أنا عندي آية بدي أنفذها. إمتى ما صح يعني إمتى ما انطبخت الطبخة في مخي أروح أنفذها. أنا لا أثق في أي مسلم ما دام يؤمن بكتاب القرآن، أنا لا أثق فيه من شخصيا، بس انه عنده اوامر من اله مزعوم بقتلي وقتل الاخرين، وعنده نبي يؤيد قتل الاخرين وقتلي، فانا لا اثق به. وبعدين نرجع للسؤال، في سؤال في يوتيوب اذا تحب نتدخل نتطرق له الان. اكيد رح نرجع للاسئله تبع اليوتيوب بعدين. في عندي سؤال، اذا يعني بتقول لي في هلا يعني بعد ما بيسووا الجريمة، يعني سمعناها على المجرمين تبع جماعة باريس وبلجيكا وهلا بأمريكا، إنه بيقول لك والله هذا كان يعني منفتح، يعني كان يشرب وعنده بار ومن هالحكي هذا، يعني كأني عم بيحملوا جميلة للناس إنه والله كان يشرب وكان يحب الموسيقى. أنا سمعت عن هذا المجرم تبع بلجيكا أنه كان يحب الموسيقى. شو يعني كان يحب الموسيقى؟ شو رأيك بهالدفاع السخيف هذا عن هالمجرمين؟ تفضل. يس حبيبي، أنا أحب الموسيقى وأحب الرياضة وأحب شغلات كثير، بس ما أحب القرآن ولا أؤمن به. القرآن هو يعني المحفز الرئيسي. كلنا نحب الموسيقى، نحضر كونسرت ونروح حفلات ونلعب رياضة ونمارس كثير طقوس. أنا بالمناسبة على ذكر الحلقة، لأنه أخواننا وأخواتنا المثليين، أنا أحضر مهرجاناتهم، كبرى المهرجانات في نيويورك وواشنطن دي سي، نحضرها أنا وعيلتي. يعني نشجع الأمر ليس بما تحب ورياضتك والميوزك وأشرب. أنا أشرب الكحول وأحب الرياضة وأحب أمارس كثير من الأمور، لكن لا أؤمن بهذا الكتاب وأعتبره يعني مكان الوحيد هو سلة المهملات. فالقرآن هو الرئيس. إذا يعني المسلم اللي يؤمن بهذا الكتاب هو المصاب بالسرطان واللي عنده دعوة للقتل في مخه على مدار الساعة. هذا جوابي. طيب أنا أحمد، في عندي سؤال. هلا الإسلاموفوبيا، يعني الناس اللي خايفة من الإسلام، يعني هل حقا تخاف من الإسلام ولا مزايدة بس مثلا الغربيين أنا أنت خايفين من الإسلام؟ هل الناس هي يعني هل حقنا من نخاف من الإسلام ولا نحن بس مزودين عم نبهر عليها ونحكي على الإسلام يعني بدون أي مبررات؟ يعني تفضل. لا طبعا لازم تخاف من الإسلام. يعني احنا دلوقتي عاملين انت عامل برنامج اقول جارب الالحاد، واحنا كناس ملحدين بنطلع معاك وبنعبر عن راينا وبنقول افكارنا. احنا معرضين لان احنا جينا اتاك من الناس دي في اي لحظه. يعني انا عن نفسي انا ماشي بسلاح في المحل بسلاحي، في البيت بسلاحي، معرض ان ولاد الكلب دول في اي لحظه يتغاظوا من كلمه انا قلتها، من فكره انا قلتها، من سب انا سبيت بيه دينهم اللعين، ويحبوا ينتقموا. وبعدين الحكومه مش الشرطه وكده، يعني مش هتبقى يعني تدخل في نفوس الناس. يعني واحد زي الشاب الافغاني عمر whatever his name is، انا I don't want to even mention his name because he's not worth it. He's a piece of shit. That's what he is. So I don't want to even mention his name. يعني he shouldn't even get a name. This piece of shit. يعني واحد زي ده مثلا تروح بقى ايه من الخلايا النايمه من الصلاعمه كيوت يسمع احمد دنانا مثلا بيقول كلمه كده ولا كده تضايقه، تهيج عنده المشاعر الدينيه ويروح يقول لك اما اروح انتقم منه. ما هو ده وارد. فاذا احنا لازم نخلي بالنا. وبعدين الحكومه او الاف بي اي او الشرطه مش هتقدر 100% تحميك من هؤلاء القتله السفاحين، مش ممكن. يعني اكيد يعني زي ما قلت لك مش ممكن هتخش جوه نفوس الناس تعرف فيها ايه. هم ليهم الاكشنز الفيزيكال اكشنز
ده اللي بيحاسبوك عليه، انما هيخش نفسيتك جوه يعرف انت بتفكر في ايه، هو مش هيعرف الاف بي اي، واخد بالك؟ فانت لازم تكون حذر وتحتاط من هؤلاء الكلاب. وبعدين هؤلاء الكلاب موجودين في اوروبا وفي امريكا وفي استراليا وفي كندا، متواجدين هؤلاء القمامه القذره القتله، واخد بالك؟ نفيهم للاحداث الارهابيه غير صحيح، دينهم يقر ويعترف بهذه الافعال ويحس عليها، وانا بقول لهم في وشهم اهو انتوا قتله سفاحين، خساره فيكم انتوا تعيشوا وسطنا، انت المفروض ما تكونش معانا. ولا بص هقول لك على حاجه، واحد بيعاديك وعايز يقتلك لمجرد فكرك، هتقعد تستنى بقى لما هو يجي يقتلك، ولا انت تروح له تخلص على دين امه؟ ما هي بقى يا روح ما بعدك روح بقى زي ما بيقولوا. يعني انت ابن وسخه دماغك فيها زباله، وحاطط في دماغك ان انا بقى ايه لازم اقتل عشان انا كافر اكفر بما تؤمن به انت، انا بقى مش هقعد استنى ان انت تيجي تخلص عليا، لا ده انا هروح اخلص عليك وعلى اللي جايبين امك وعلى عيالك وعلى مراتك يا ابن اللذين. الو سامعيك ابو حميد، سامعيك. وفين جان؟ وين جان يا سيد؟ اوكي ناو تسمعني ناو صح؟ انا اسمعك بس ما اعرفش جون فين. ممكن صار اي خلل، بس يا حبي القي تحيه لدانيال عمرو حبيب قلبي والدكتور جورج بول. جورج بول ودانيال معانا، اهلا وسهلا فيكم، منورين يا شباب. اقتراحاتكم واسئلتكم على راسي، اما الشخص المسلم اللي دائما يدخل معانا ويحب يدافع عن الاسلام فلا اعطيك الفرصه ولا نذكر اسمك اصلا. احنا العالم كله مجروح منكم ومن مشاكلكم ومن كوارثكم ايها اخواننا المسلمين. هيصر انا اتمنى يجي اليوم اللي تعلن فيه عن الحادك وتظهر معانا هون وتسجب هذه العقيده الاجراميه وتخليها في مكانها الصحيح وهو سلة المهملات. دكتور جورج بول، أنا استمتع دائما بحلقاتك ومن أول المؤثرين فيه من سنوات، actually من سنوات. أحب عندك يعني ذكائك والحذاقة في الطرح والسخرية كمان. أما دانيال عمرو طيارنا الحبيب، أحلى طيار في العالم، حدث ولا حرج. I love you show as well. أحمد بتحب تتكلم مع أخواننا؟ أكيد تفضلوا. إذا تحب أن معك يوتيوب ولا لا؟ في عندنا دانيال معانا وجورج بول. ضيفهم. كيف؟ لو تعرف تضيفهم ضيفهم. لا ما عنديش ال لان اللي عمل الاتصال اصلا جان. يس اخلي اشوف اذا اقدر. المهم في سؤال لاخوانا سوبر جلوبال، سؤال لاحمد وسال، هل ترون انه من احمد هذا السؤال راح اطرحه لك، هل ترون انه من الممكن ان يصدر المرشح الجمهوري ترامب قرارات تعسفيه في حال انه اصبح رئيسا للولايات المتحده كقطع الانترنت على البلدان العربية والإسلامية مثلا أو أشياء من هذا القبيل؟ وإن كان سيمنع المسلمين من دخول أمريكا، كيف سيميز بين العربي المسلم والعربي الملحد من خلفية إسلامية؟ وكيف يثبت الملحد أن خلفية إسلامية الأمريكان أنه ملحد أراد الهجرة إلى أمريكا؟ تفضل أحمد. سمعتني أحمد؟ والظاهر الخطوط مش ولا بد، بس انا راح اول شيء وما لها البلدان العربيه والاسلاميه حتى تتعرض لرد تعسفي من الرئيس الامريكي؟ ما عندهم يعني هم عندهم انترنت. اسف اصدقائي. مش مشكله حبيب. انا اسف الكمبيوتر ضرب معي هون، وعلى فكره انا كنت لسه كان على الهواء. يس يس على الهواء، انا عم برد على سؤال الاخ سوبر جلوبال.
برافو برافو، شكرا لك كثير. حبيبي ولا يهمك ولا يهمك، كلنا واحد. وكان بدي يعني القيت تحيه لدانيال عمرو وجورج فول معنا. طبعا دانيال هلا راح يدخل معنا كمان، انا اسف كثير سال. يا ريت الصوت بس من عندك شوي. انا كنت بدي اسأله فرماتات الكمبيوتر اليوم، يعني قلت اخلص الحلقه واسأله فرماتات، لكن رجع. المهم انا راح ابعث الرابط لسال، واحمد خلي يرجع يتصل فينا ان شاء الله يسعفنا الوقت. الكمبيوتر قصدي يو مين دانيال، قصدك دانيال صح؟ دانيال ايه يا عفوا، خلي ممكن اكمل جوابي للاخ اللي... تفضل تفضل تفضل. يا مش مشكله حبيبي، بس حبيت ف امريكا هذا مش تعسف اذا بدها تقطع الانترنت عن البلدان العربيه والاسلاميه، ما عندهم انترنت البخاري وانترنت مسلم وهكذا، خلي يعتمدون على نفسهم ولو لمره واحده يشوفون اين هم في اي مكان من الحضيض. اما بالنسبه لسؤالك على دخول المسلمين الى امريكا، انا بالمناسبه السنه الماضيه نزلت اي ثينك 3 او 4 فيديو، 3 الى 4 فيديو، عملت اقتراحات جديه بس لكن اوف كورس لا ياخذوها بنظر الاعتبار، وهي منع يعني حظر الاسلام حظرا تاما، اغلاق كل الجوامع، وشرط واحد للمسلم يعني الشخص اللي مهاجر من بلاد اسلاميه اهلا وسهلا بك في الولايات المتحده، على شرط واحد ان تترك الاسلام او ارجع الى بلادك. انا اقترحتها وفي ناس كثير اجاني تأييد كثير من الامريكان، وفي طبعا ناس تحب الحريه وهكذا، بس لانهم لا يعرفون انه العقيده الاسلاميه يعني انت تستضيف المسلم في بلدك وبعدين يغدرك ويقتلك. فهذا كان اقتراحي صراحة للسنة الماضية، وراح أعيد الفيديو إذا راح أحطهم مرة ثانية إذا تحب تشوفهم. فهم لا يستطيعون أن يميزوا، والمسلم مشهور بالتقية والكذب والغدر. فأعتقد أنه أحسن حال أنه أهلا وسهلا فيك في أمريكا، على شرط أن تترك الإسلام تركا تاما وإغلاق جميع الجوامع والحظر الإسلام تماما. الإسلام لازم يجب أن يحظر. طيب اهلا 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 بك دانيال، اهلا بك دانيال. طبعا انا سال هلا خلونا نرحب دانيال اول شيء. اهلا وسهلا فيك دانيال. مساء الخير، يسعد لي مساكم، يسعد لي مساك سال وجام الجميل الرائع وسال البطل. تسلم يا طيب تسلم، بس على اول تحط الميكروفون جنب اسمك. شو بدي احط الميكروفون بس اربع لتمك عشان نقدر نسمعك بصوت عالي. شوف لي هيك احسن. طيب بس في عندي سؤال، خلينا نبدا معك. في الاخ هيصر عم بيقول ارجو ان لا تقولوا عن النبي محمد صلعم وعن المسلمين صلعميين، فكثر خيره الدكتور جورج قال رادد عليه وقال له هل ما زلت كلمه صلعم تجرح مشاعرك ولا تجرح مشاعرك جرائم المسلمين حول العالم يوميا؟ شو تعليقك دانيال؟ تفضل. يعني بعت السؤال لإلي ولا لسال؟ لا إلك دانيال. أول شيء مساء الخير صديقي جان وصديقي سال، ومساء الخير لجميع المستمعين والمشاهدين، وبعتذر إنه ما كنت موجود بالوقت اللي يعني كان مفروض إني كنت موجود، فجيت على عجل والإضاءة سيئة وكل شيء سيء. ولا يهمك. عدلي السؤال لو سمحت. في اخ هيصر، هو يعني الاخ هيصر متابع بصراحه، وانا اتوقع له مستقبل الحادي عظيم في المستقبل. عم بيقول ارجو ان لا تقولوا عن النبي محمد صلعم وعن المسلمين صلعميين. فمثل ما قلت صديقنا الحبيب جورج عم بيقول له، رد عليه قال له هل ما زالت كلمه صلعم تجرح مشاعرك ولا تجرح مشاعرك جرائم المسلمين حول العالم يوميا؟ هو بالحقيقة في كلمة صلعم بشكل عام هي يعني كانت اختصار لصلى الله عليه وسلم، يعني فهي الكلمة موجودة بكتب المسلمين حتى المعتمدة، يعني بالكثير من كتب المسلمين المعتمدة وردت هذه الكلمة
عند الشيعة بحرف الصاد فقط، وعند السنة بصاد عين لام ميم صلعم. إنما الملحدون عملوا ترويج لهذه الكلمة وأخرجوها أكثر يعني. فالمسلم اليوم بيعتبرها لهذه الكلمة استفزازية، بينما بالحقيقة أنا ما بشوف فيها أي نوع من الاستفزاز. وأنا بالعكس يعني بشجع الملحدين على أنه يتداولوها أكثر. ليه؟ لأن عم تضرب الهالة القدسية لهذه الشخصية، والمدخل من النيل من هذه الشخصية أو النيل من الأفكار تاعت هذه الشخصية بتم عبر تسخيرها، وبتم عبر تحطيم الهالة القدسية المحيطة فيها. يعني إذا اليوم إذا عادتنا مع شيخ فما فينا نحكي ولا كلمة، يعني كل ما نقول محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا ما قلت لهذه الكلمة ممكن يستوقفك عند الحديث، يعني يقول لك ستوب يعني عليه الصلاة والسلام مثلا. فكلمة يعني في حالة قدسية مزعجة جدا جدا جدا. يعني هذه الحالة القدسية ما بتم معالجتها غير من وضع يعني بعض النقاط السخري. ونعم جورج أبدع بالجواب أنه هل مزعوج هذا الشخص من كلمة صلعم ومش مزعوج من الجرائم اللي عم بتصير؟ يعني طب هذا الشخص اللي عم يحكي هلا مثلا ربما يكون ملحد، يعني اهلا وسيف اهلا وسهلا فيه باسرتنا المتواضعه، ليش ما سال سؤال اخر انه شو راي الملحدين بالسيد يعني الطاعن بالسن اللي عملوا فيها العمايل بمصر المسلمين مثلا اللي هي مسيحيه؟ يعني ليش السؤال كان عن جرح مشاعر المسلمين بكلمه، والسؤال ما بيكون عن جرح رقاب البشر بافعال؟ فهل يعني عم ينزعج المؤمن او عم ينزعج المسلم من كلمه صلعم، وما عم ينزعج من وضع الرؤوس على الرماح والتنكيل بالاجساد، او ما عم ينزعج انه في امبارح مثلا واحد مريض نفسيا بامريكا فجر حاله مثلا؟ يعني هل الكلام بالنسبه لهم مزعج؟ طيب اذا كان الكلام بالنسبه لهم مزعج لهذه الدرجه، ليش ما بيصوروا على ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب والشخصيات الاربعه اللي لعنت بعضها، وهذه الشخصيات الاربعه اللي نشرت حريم بعضها على المنابر؟ مثلا بيقول لا أشبع الله بطن معاوية مثلا، هذا محمد عم يوصف معاوية بلا أشبع الله بطن معاوية مثلا، وهو خال الوحي وأمين هيدي الأمة معاوية، عم ينزعجوا من وصف صلعم، وما عم ينزعجوا من كلمات قال نبيهم بحق شخص أو قال شخص بحق نبيهم. فبعتقد الموضوع يحتاج إلى هيدي المصطلحات والتضخيم شوي بهيدي المصطلحات لإسقاط هالة القدسية جان، لأن القدسية عملي مشكل نفسي. وليك انا يعني رجعت يعني شوف بعد غياب 3 اشهر راجع على قناتك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيك دانيال حبيبنا دانيال. يعني انا كثير كثير بحبك وبحترمك ومثل ما اقول معجب ب يعني العفويه اللي بتحكي فيها بصراحه وبكل وضوح عن هالمجرمين هدول السفله بصراحه الانذال. طيب خليني ارجع اسال، وانا بتمنى الاخ احمد يعني يا ريت احمد انا كتبت لك انه اتصل فينا، يا ريت ترجع تتصل على نفس الرابط يعني موجودين، هو الاشكال من عندي من الكمبيوتر من عندي بصراحه يعني. خليني ارجع سال مثل ما ذكر الاخ دانيال يعني، او انه كلمه صلعم اصلا ليست غريبه يعني موجوده منذ بدايه محمد يعني ومنذ بدا الكتاب يعني. خلينا نروح على صحيح البخاري بتشوف كل ما اجى كلمه محمد في كلمه صلعم صاد لام عين يعني في النهايه صاد لام ميم، فنحن زودناه للعين يعني صار صلعم. يعني خلينا نشوف هلا مثلا اذا انا قلت صلعم كملحد، او خلينا نقول غير كلمه صلعم، انا اذا قلت مثلا محمد شق ام قرفه نصفين يسور المسلمين ويا كافر ويا عدو الله ويجب قتلك ويجب، بس اما اذا اجى العريفي مثلا وقال محمد شق ام قرفه نصفين، ايه برافو يا شيخ صدق الله العظيم وصدق، شو رايك بهالازدواجيه يعني؟ ليش اذا انا مثلا حكيت في صرت كافر وصار الكلام كله غلط وصار يعني يوجدوا لك المبررات اللي شاطرين فيها يعني اصلا، واذا حكى مثلا واحد كلب مثل العريفي هذا شيخ مبارك؟ تفضل سامي. والله انت يو جيف هيم ذا ساتسفاكشن صراحه يعني. انا يدخل الاخ معنا المسلم ما لا بدي اذكر اسمه يعني لانه دائما معنا
I will not give him the يعني ما أعطي satisfaction أذكر اسمه بس أكيد راح يكون معنا يا أخي يا أحكي اسمه كذي مرة واحدة راح أعطي هيثر انظر لي صلعم تجرح مشاعرك طيب صلعم 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 this is one كعبتك تجرح مشاعري قرآنك يجرح مشاعري نكاح الصغيرات يجرح مشاعري مفاخذة محمد لعائشة في السادسة يجرح مشاعري نبش القبور يجرح مشاعري سحل المواطنة المصرية بنت البلد يجرح مشاعري قتل هؤلاء الشباب يجرح مشاعري طز فيكم بمشاعركم أنتم وقرآنكم ونبيكم وخلفاءكم وكل تراثكم again يعني خايف يعني استحيت أو خجلت من كلمة واحدة وغضيت الطرف عن كل إجرام الإسلام وما يعني ما تمرون به الآن ما تمرون به الآن وبلدانكم التي سقطت يعني تعيشون في المياه الآسنة هذا أول شيء أذكره منكم ويعني وجودكم صراحة على الكرة الأرضية يجرح مشاعري سو إحنا إكوال يعني خلينا نتبادل جرح المشاعر شكرا. عفوا سامعني جان. سامعك انا سامعك كليرلي مثل ما بقولوا. يعني خلينا نبتعد عن الاخ هيثر بس بدي هالازدواجية مثل ما قلت لك يعني انه اذا انا حكيت بدون اي يعني شتائم ولا يعني بكون عم بحكي حديث من القرآن من صحيح بخاري او آية من القرآن او شيء من هالقبيل يعني اذا مثلا حكيت سيرة بني قريظة مثلا انه محمد ذبح 800-900 واحد فبتحول لمجرم اما اذا اجاك واحد شيخ يقول لك صلى الله عليه وسلم باع جواري وذبح ما بعرف مش قد وهل فبيصير يعني مقبول عندهم ليش الازدواجية هي يعني ليش شو 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 الفكرة وراها هو عفوا الأخ هيثر يعني هو ممثل لملايين زيه مش كلامي لإله يعني لأنه ده شخصه بس لملايين زيه وهي هذه الشيزوفرينيا الإسلامية بالمناسبة لأنه العالم كلها اعتادت السكوت على جرائم الإسلام فلما حتى الطرح الموضوعي أي مناقشات موضوعية في برامج إسلامية حتى يعتمدون على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وانتقادها يعتبر تعرض وإهانة للإسلام فلأنه تعلموا على السكوت العالم كله ساكت على جرائمهم فأي اعتراض أي بدء رأي أصبح هجوم على الإسلام يعني you know what أنا بالضبط اللي يقتل القتيل ويمشي بجناس فيه يعني أنا أقتلك بس أنت لازم عليك السكوت زمن السكوت وبفضل يعني تطورات الانترنت من اولاد القرده والخنازير احنا يعني ما راح نسكت يعني راح نضل نهاجمهم ونهاجم هذه العقيده الاجراميه ولازم يتعلم المسلم انه في حضارات في ناس في مواطنين اخرين عايشين مع يشاركوا بهذا الكوكب عقيدته لازم يعرفها أن عقيدة إجرامية ولا يمكن السكوت عليها لا يمكن السكوت على هذه العقيدة المهم المفروض هم أن يتعلموا لأنه فينا في الإسلام أصبحت يعني الاغتصاب أصبح سبايا احتلال البلدان واستيطانها أصبح فتوحات القتل أصبح جهاد يعني غيروا مفاهيم الإنسانية شو رأيك دانيال؟ أنا معك 100% من الطبيعي يعني أنه تكون الأمور شوي يعني هني بمفاهيمهم سال وجان يعني في أمور غير واضحة يعني مثلا يعني أحد الأمور خدلك على صعيد هذه الأمور الكثيرة مثلا أنه مثلا أحد أقوال محمد مثلا بيقول أنه المسلمين حينقسموا لأكثر من 70 فرقة وكل هذه الفرق بالنار ما عدا فرقة واحدة وكل طائفة وكل مذهب وكل فرقة بتعتبر هي نفسها الفكرة الفرقة الناجية فإذا أنت سال وجان والمستمعين بيقدروا يميزوا بين الشامبو المنيح من الشامبو السيء عبر الإعلان
فينا نقدر نحدد أي هي الفرقة الصحيحة وأي هي الفرقة المش صحيحة. كله بيقول لك إنه نحن الفرقة الناجي، وكله بيقول لك إنه نحن الفرقة يعني اللي الله اختارنا أو النبي تكلم عننا. طعونهم ببعضهم، مشاكلهم بقلب بعضهم، واليوم عم بيواجهوا يعني عم بيواجهوا حالة بعيدة عن الفكر الإلحادي الذي بدأ يعني مثل ما بيقولوا يتفشى. أنا برفض هذا المصطلح لأنه بحسه معيب، إنه نحن مش بكتيريا أو جراثيم لحتى مثل ما عندي بيقعد بيطلقوا علينا إنه عم يتفشى. أنا بالنهاية بشر ونحن أصحاب فكر، بس الفكر الإلحادي اليوم عم بحط وزن تقيل، وعم بتلاقي مثلا كانت قناة إلحادية، يعني أنا بذكر مثلا جورج بول ومثلا له قناة وحدة، كنت أنطر كل أسبوع مثلا الفيديو تعوله. اليوم كل يوم في حلقة عن الإلحاد، اليوم كل يوم في شخصية جديدة، ساهم إسماعيل، ساهم جان بهيدي الوجوه أنها تظهر. فالإسلام اليوم عم بيعاني من تخبط مزعج بالنسبة لهم، هذا التخبط المزعج، فعم بيحاولوا يظهروا سال شخصيات جديدة شبيهة بهذا المجنون عدنان إبراهيم اللي طلعت معه حرف طلعت معه كلمة المن بتعني إله وكلمة الإله بتعني فيه، يعني جابها القرآن وبلش يغير بالحروف وبالأمور وبالأوزان، يعني بيقول لك هاي معناتها هيك وهي معناتها هيك. فبلشوا اليوم يحاولوا، أنا مش ضد الفكرة، أنا ما عندي فكرة، إذا بيجددوا الخطاب الديني أنا ما عندي مشكلة معهم، يعبدوا كلب هذا شأنهم، بس يبعدوا عن القتل. يعني أنا فكرتي إن هذا الناس تبعد عن القتل وتستبيح دمك ودمي فقط لأنه نحن مختلفين عنهم، بس هو حر بإيمانه، إيمانه شيء خاص فيما بيعنيني، إنما إيمانه وقت اللي صار عم بيمس بالآخر أصبح يعنيني. أنا بعيد عنه هلأ، بعيد عن الشرق الأوسط، بس في ناس عم تقتل من وراء هذا الإيمان بالشرق الأوسط، فإذا كإنسان أصبح الموضوع يعنيني. فأنا معك بكل شيء قلته، طبيعي يعني ما في أي خلاف على أي حرف. طيب معنا اتصال من الأخ جورج حبيبنا الغالي جورج، تفضل جورج. مساء الخير على جان حبيبنا وصديقي دانيال وحبيبي سهل، مساء الفل. وتعليق سريع في نقطتين، أولا لا هو خلي تعليقك طويل وليس سريع، يعني خذ راحتك من الكلام تفضل، مش عايز أضيع وقت لا 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 وقتنا كله معك. بالنسبة لموضوع الجرح المشاعر، يعني الموضوع بقى مستفز جدا، يعني تو ماتش كده. بص على قرآنك قبل ما تيجي تتكلم على اللي عندنا، يا أخي ربك أعطى لنفسه الحق في القرآن إنه يشتم ناس ويصفهم بأنهم أبناء زنا عطل بعد ذلك زنيم، ويحط نقر بنقر واحد ومراته ويقول له مراتك وحمالة الحطب وفي جديها حبل من مسك. أعطى لنفسه الحق في القرآن إنه يقول على الناس الكفرة والضالين والمغضوب عليهم، يعني عمالين ربك نفسه بيشتم الناس في كتابك اللي انت بتعتز بيه وانت مش قادر تستحمل كلمة صلعم. كفاية بقى، يعني مشاعركم مش مرهفة قوي للدرجة، يعني ده تاريخكم تاريخ دموي ومليء بالقرف، يعني يعني بلاش اللي تعمل نفسك مشاعر جورج مرهفة. جورج حبيبي هلأ هو القرآن ذهبي لأبعد من ذلك مثل ما بقوله، يعني بيقول لك وإنما المشركين نجس. تصور هلا أنا أقول وإنما المسلمين نجس، يعني وأتم أكررها كلمة الدنيا ولم تقل، لو قلت أنت الكلمة دي إنما هو رب بيقول كده ده ما فيش مشكلة بقى. يعني بلاش تعيشوا في دور الشهداء، يعني ما تعيشوا ما تستشهدوش فيها وتعملوا فيها مشاعركم مرهفة، وبتعدلتوا تاريخكم دموي مليان إجرام من أول يوم، يعني بلاش الحركات دي. الجزء الثاني وهو يخصنا احنا بقى وانا يعني عايز اشجع الاصدقاء كلهم، لان الاسلام اللي انا شايفه، يعني واحب اسمع برضو رأي الضيوف في الطرح اللي انا اطرحه. الاسلام منذ ان ظهر وهو بتدعمه قوة، وده اللي خلاه انتشر، دعمته قوة السلاح، وده ومن اول ما محمد هاجر وبعد كده تخالفت الدول الاسلامية لحد سقوط الامبراطورية العثمانية. لما سقطت الامبراطورية العثمانية الاسلام دفن شوية او خف خالص، يعني بقى اسلام لايت، بقى الدول حتى المسلمة ما بقتش بتعتمد على الموضوع ده قوي، والناس ما بقوش مسلمين قوي، واختفت فكرة الحجاب والنقاب وكل الكلام ده الا ان ظهرت مملكة آل سعود. اللي بيبص على الاحداث اليومين دول مملكة آل سعود مش قدامها كتير، يعني واضح ان المملكة مش قدامها كتير. فإذا سقطت مملكة آل سعود سيصبح الإسلام عاريا،
زي قبل كده. لكن المشجع المره دي واللي يفرق عن بعد سقوط الامبراطوريه العثمانيه في العشرينات والثلاثينات، ان قبل كده في العشرينات والثلاثينات ما كانش فيه انترنت، ما كانش فيه جان وسال ودانيال، ما كانش فيه حد بيتكلم. لكن المره دي الموضوع مختلف، فبعد سقوط هذه المملكه وبعد سقوط القوه الداعمه ديت هيكون الاسلام قد انتهى تماما تقريبا يعني. شكرا. وشكرا لك، شكرا شكرا كثير لك جورج. بصراحه يعني الاسلام انتهى، هو في مرحله يعني الاحتضار، او صار جثه يعني، صار جثه وصار لازم دفنه بصراحه يعني. فالاحداث اللي عم نشوفها هي ريحه الاسلام، ريحه الاسلام الميت المعفنه عم طالعه دوخه الناس. فالخوف انه الناس يدوخوا بالمره يعني من هالريحه هي. وكما قلت يعني بصراحة بجد يعني آل سعود انتهوا يعني، انتهوا بكل معنى الكلمة. فمستنين هالكم سنة يعني، ما أظن طول كم سنة حتى تسقط، وتسقط السعودية ذات نفسها في حرب أهلية يعني. هذا شيء واضح، خلي تهدى العراق وسوريا، الدور جاي على السعودية يعني. السعودية وإيران هذول الكفشين الشيعي والسني اللي يتقاتلون من يعني من 1400 سنة لحد هلا. اللي حيخلص الرياض. شو رأيك دانيال؟ تفضل دانيال. أنا أول شيء يعني على قناتك عم بسمع صوتي إجابة. على قناتك يعني بعد غياب شي شهرين أو أكثر على ضوء الإعلام. يسعد لي مساك حبيبي جورج بول. وأوقات بيقولوا لك الواحد بس يصير عنده متابعين قال بيصيبوا حال يمكن من شوفة الحال أو شيء. فأنا بحب وجه لك تحية، لأنه أنا أول فيديو شفته على اليوتيوب كان لجورج بول يعني. وقتها بذكر أنه أنا يمكن حطيت لك شي 500 شتيمة يعني، يعني بذكر أنه أنا عبيت لك اليوتيوب كله شتايم، وراحت جبت أصحابي وجينا حطينا لجورج بول يعني. عم بحكي موضوع قديم قبل ما يغلقوا لك القناة يعني، وحطينا له لجورج شتايم وما شتايم. رغم أنه جورج بوقتها يعني، خلوني أحكي بمصداقية، جورج بوقتها كان حامل كتاب وعم بيقول انه الشيوخ تكلموا كذب، والدليل انه هذا الموضوع مش هيك، انه مش هيك. انما دانيال بهذيك المرحله او محمد مش مستعد يتقبلوا لجورج. ليه؟ لانه جورج عم يتكلم كان بمكان حيث لا يجرؤ الاخرون اولا، والنقطه الثانيه كان مزعج انه عم بيحطم الوهم اللي عايش بدماغي، الوهم الايماني. فكان بالنسبه لي جورج شخصيه مزعجه، شخصيه قبيحه، شخصية مستحيل اتقبلها، مع احترامي الشديد لك عم بوصف الحالي كيف كان صديق جورج. فكنت من اللي يعني اكره حتى مشاهدته، فكنت بس بدي احضر فيديوهاته لاسمع شو عم بيقول هيدا جورج. بهداك الوقت نزل الفيديو اني ما اشوف جورج، اسمع فقط صوته يعني حتى افهم شو عم يحكي، كان الوضع بهذه الحالة. فالمسلم اليوم وقت اللي بيسمعنا نفس هذه الحالة. انما بعدين انا حققت بالكلام يعني، كانت الانطلاقة حققت بالكلام اللي كان عم بيقوله جورج. هل جورج عم بيجيب كتاب صانعينه اليهود ليدمروا المسلمين؟ لا، كتاب علمي موجود بأي مكتبة موجود. هل الكتاب اللي عم يحكي عنه جورج كتاب طبي صانعينه اليهود ليدوروا الإسلام؟ لا، كتاب طبي موجود يعني بأرخص المكاتب، كتاب للمراحل الجامعية بوقت استعان بكتب يعني، بس كل المراحل التدريسية الثانية والثالثة يعني متوفر الكتاب يعني. حتى أنه في أحد الحلقات يعني هو عم يحمل الكتاب عم بيسكر الكتاب، قمت انا جمدت الكاميرا لاخذ الكتاب يعني حتى اتاكد انه هالرجل عم يتكلم من دماغه او لا. فكان له الفضل بهذه الانطلاقه، ويعني كان له يعني دور بهذه الانطلاقه. اليوم السعوديه مثل ما ذكر فعليا هي بحاله انهيار، والدليل تراجعها على عده محاور، او الاستعانه بالامريكي على عده محاور. الامريكي ما بيهمه السعودي، الامريكي بينظر للسعودي على انه موطن ثروات لا اكثر ولا اقل، في لنا هنيك نفط بناخده وانتهينا. اما بالنسبه للامريكي كالسعوديه، فانا بظن انه الامريكي بينظر للسعوديه على انها دوله دينيه، والامريكي مستحيل يتعامل مع دوله دينيه. هذا كمفهوم للسياسه الامريكانيه، انا حسب ما مطلع ولو يعني بشكل جزئي على السياسه الامريكانيه. فانا بعتقد الامريكاني انه يعني من المستحيل انه يحط ايده بايد دوله دينيه او تاخذ طابع ديني، ترتبط ممكن بالسعوديه بعض المصالح. انما النظام بالسعوديه بالخفاء يعاني من الانهيار، وهذا النظام بوجود الانترنت اليوم
السعوديين بدأوا يطلعوا على القنوات، بلشوا يشوفوا قناة سال جان، بلشوا يشوفوا قناة اسماعيل، بلشوا يشوفوا قنوات الشباب. فهيدي الناس شو عم تحكي؟ يعني الإنسان بطبعه فضول وبيحب يستكشف، يعني بيحب الديسكوفري مثل ما الكلمة يعني. فممكن يكون مر على قناة سال، على قناة جان، على قناة البط الأسود، على جميع قنوات الأصدقاء يعني، أو الفري مايند مثلا، وأتعرف على شيء أو شاف شيء غريب بهذه القنوات وبلش يتابعها. فصدق بمرحلة زمنية معينة، نعم هذه الأنظمة ذاهبة للزوال، هذه الأنظمة ذاهبة لحالة من سترايك بتقولها بالإنجليزي، يمكن يعني ما نسيتها بالعربي أنا يعني، ذاهبة إلى مكان مزعج. وطبعا الموضوع جان وصل ما حيكون بشكل يعني إنه ننام فيه، لا، هذا الموضوع بده يكلف دم. بالزمان أوروبا نهضت من ظلم الكنيسة و طغيان الكنيسة وبطش الكنيسة، احتاج إلى فترة زمنية طويلة بسبب الحقبة اللي كانت موجودة. ما كان في نظام اتصالات، ما كان في نظام مراسلات مقروء ومسموع، كانت الأمور يعني من ضيعة لضيعة تتشوى. فخرجت أوروبا من هذه الحقبة، استغرق الأمر قرن وقرنين لنشوف أوروبا نحن مثل ما هي اليوم. بس العالم العربي اليوم وسائل السوشيال ميديا عم بتساعد أكثر إنه يستيقظ هذا العالم. يعني أنا عم شوف سوريين كتير اليوم ملحدين، عم بتفاجأ فيهم جان، يعني صرت عارفين كتير سوريين عم بيفاجئوني ملحدين، بينما أنا بعرف بسوريا يعني وقت اللي كنت شوف أصدقائي بسوريا مش مسلمين متشددين، لا بكون عم بظلم السوريين إذا قلت مسلمين متشددين، اللي بعرفهم مسلمين يعني كانوا بيصلوا، ممكن بيروحوا نهار الجمعة على الصلاة وبس، يعني عرفت كيف، بس بيسهروا بيسمعوا أغاني إلى آخره. فهلأ أنا متفاجئ فيهم أنه ألحدوا، هذا شيء جيد أنه بلشوا يصحوا، بلا شو ينتبه الإسلام شو عمل بسوريا، الإسلام شو عمل بمصر، الإسلام شو عمل بليبيا، بالعراق، بغيره بغيره. أينما وجد الإسلام في دم ما في مجال. أعطني دولة واحدة يا رجل الشيشان بآخر الدنيا وجد دم فيها، أينما وجد هيدا الفكر في دم مستحيل. يعني راحوا على البوسنة والهرسك دم، أعطني دولة فيها مسلمين ما صار فيها دم. أعطني أندونيسيا على حدود إستراليا، بينه وبين إستراليا بحر، دم أصبح كان فيها دم وكان فيها مجازر. ولا اليوم إذا بتروح على أندونيسيا بتقول أنا شيعي بيخوزقوك، يعملوا فيك مثل ما عملوا في عيسى بن مريم، بيصلبوك مثلا. يعني عرفتي فيروس مستشفي يعني بالعقول، خلاص أنت كافر، أنت مرتد. أحكام تكفيرية بكفروا بعضهم، أحكام تكفيرية لا تنتهي عند سال وجان بأنه مغاير لفكره. الفكر الواحد، أنت سني على أي مذهب، حنبلي شافعي يافعي، حتى بالمذهب الواحد في تقسيم. طيب انت حنبلي بتأم قائم ولا بتأم مستدير؟ يعني اي امام بتاخذ بالمذهب الالف شعبي والف تفريق، وهذا شو سببه؟ سببه الركاك اللي موجود بهذا الفكر. كل فكر بيجي بشيء متطور، الشيعة حركة تطورية اجت بعدين، ليه؟ صلحت بعض الامور مثلا، انما عندهم من الخرافات ما لا يتقبلها العقل. بما انه تقبل لي انه موسى عمل بالماجيك بعصاي هيك عمل لك شق البحر، وبدك تقول لي انه هذا صاحب عقل، وبدك تقول لي بما انه ابراهيم حطوه من جنيق وكبوه بنار هذا عقل. يعني في امور يعني العقل يعني للوهله الاولى يرفضها، والعقل فيه صعوبه انه يتقبلها جان. فهيدي الناس اينما وجدت وجهه الدم باختصار، مثل ما كان عم بيقول سال باول حلقه كنت عم تابعه، هيدي البشر وين ما وجدت ما في مجال، يعني بده يكون في بحر دماء بكل بساطه. بشكرك سال، بشكرك. بس أنا بدي أرجع للأخ جورج، بس بدي النقطة اللي ذكرها دانيال هي الشتائم، كم الشتائم اللي شتمك فيها، وبالنهاية فهم القصة وفهم. شو تعليقك جورج على شو بترد على دانيال بهالموضوع؟ شو بترد لك شتيمة؟ شتيمة؟ لا أنا لا ألوم ولا ألوم أي حد بيعمل كده، لأن أنا لما كنت متدين كنت زيهم، يعني كنت عندي نفس التعصب بدافع المشاعر الدينية اللي جوايا اللي أنا تربيت عليها والحاجات اللي أنا معتنقها من غير ما أفكر فيها. فأي حد عنده المشاعر دي زي كده، ما حد بيشتم أبوك أو أمك فأنت بترد تلقائيا يعني، أو بتبقى مستاء تلقائيا. فأنا لا ألوم، لأن أنا أكيد كنت هبقى زيه وأنا متدين. لكن هو يختلف عن غيره في ان هو على الاقل فكر، يعني بعد ما شتم وريح نفسه وطلع شحنه الغضب فكر، رجع شاف تاني، حاول يدور اللي انا بقوله ده صح ولا غلط، هل انا مثلا كدبت عليه، هل انا جبت حاجه جايبينها زي ما هو بيقول اليهود والكفر والملحدين عشان يضللوا المسلمين، ولا الكلام طلع صح.
فهو ده اللي يفرقه عن التاني اللي هو شتم وروح نام كده وخلاص. وده دعوتنا يعني اللي احنا تعبين نفسنا لحد دلوقتي عمالين نتكلم عشان الناس ماشي يشتمني ارتحت خد دش بارد خش بقى دور اللي انا بقوله ده صح ولا غلط. ده كل اللي احنا بنطلبه. وما تاخدش كلامي مصدق بس. وما تاخدش كلام اي حد مصدق لان انا سكبتك برضه ما تاخدش كلام اي حد مصدق. اي حد بيقول لي ايه معلومه وخش ادور عليها. يمكن بيفتح عليا يمكن عايز يضللني مثلا عن دين الالحاد دين ضروه. طيب شو جورج انا بشكرك كثير و خليني اقول شيء لجورج بس قبل ما اذا قبل ما يتكل على الاله. جورج كلمه جورج كلمه صغيره اذا بكره طلع في اله انا ما خصني احطها كلها برقبتك. حلو هذا جورج. لا استنى 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 شو استنى دانيال يعني على الحالتين على الحالتين انت كمسلم سابق كل يعني كل اخطائك وبلاويك راح يرموه عند اليهود والنصارى. هو من خلفيه مسيحي اكله بكل الاحوال جورج يعني وانا حاسد له اياه كمان. بالضبط. انا بشكرك كثير جورج على المشاركه هي وانا بعتز فيك جورج واكيد لقائنا قريب يعني. شكرا جان شكرا لكل الاصدقاء. شكرا حبيبي شكرا. طيب سأل خلينا نرجع للنقطة اللي ذكر الأخ جورج يعني كسقوط يعني الإسلام هو بدأ بقوة عسكرية أصلا لولا القوة العسكرية لما كان في شيء اسمه إسلام كما قال خرضاوي. لما سقطت مثل ما قال الإمبراطورية العثمانية الإسلام بالفعل اختفى يعني إذا تجي على حقبة الستينات الخمسينات الأربعينات تشوف الناس يعني تحررت تقريبا من الإسلام لولا الدفع الوهابي هذه المملكة الضلالية هي مملكة المهلكة السعودية هي اللي أحيت الإسلام من مرة جديدة بفضل البترول طبعا لأنه وقت طلع البترول بدأ بالسبعينات بدأت الصحوة الإسلامية مثل ما بسموها الصحوة الإرهابية هي. شو رأيك بهالحديث هذا انه هلا اذا وهي على باب السقوط اكيد يعني السعوديه على باب السقوط شو راح يصير بالاسلام؟ تفضل. والله صراحه انا تماما فكرتي يمكن شويه تختلف يعني عن الفكره. انا الخلافه والاسلام اوريدي برايي متوفي يعني في النعش اوريدي حاطيه في التابوت يعني اللي عاوزينه فعلا يعني الفعل الحقيقي هو ضرب المسامير على هذا النعش ودفنه كما يعني انتظروا المسلمين بعد مقتل محمد انتظروا 3 أيام مشان كانوا فاكرين انه محمد راح يصير زي يسوع المسيح وراح يقوم وبعدين اكتشفوا انه كله كان هراء وطلعت ريحته وتخلصوا من جثته باسرع وقت. الخلافة الإسلامية انتهت عام 24 واعتقد الإسلام انتهى معاها والجثة اوريدي متعفنة يعني انظر نسبة المهاجرين اللاجئين طالبين اللجوء في العالم من وين معظمهم يعني which I think is 99% مسلمين. نقطة الهجرة والهروب من هذه البقعة لكل بقاع العالم واللي يعتبرون المسلمين يعني كأنه مصدر فخر لهم الإسلام عم ينتشر في الكرة الأرضية هم نفسهم الهاربين من 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 مقبرة الإسلام من هاي الجثة العفنة هاربين بس للأسف في من يصحى ويترك العفونة وفي من يأخذ العفونة معه. أنا برأيي خلصانها كمان يعني السعودية المهلكة العربية السعودية متى كان لها قيمة يعني نرجع لها تاريخيا بعد اكتشاف النفط صح ولا لا من وين جاءهم يعني بالمناسبة اعتقد دانيال او جورج ذكر قبل شوي كيف ينظر الامريكي للسعودي لانه انا بامريكا تقريبا 25 سنة بدي يعني جارحة الفكرة جارحة مع احترام الشديد لكل ابناء الجزيرة المتفتحين المتنورين ينظرونهم كأنه معتوه.
آسف لقول الكلمة بس عن جد يعني، وأنا شو أصحابي ويعني حياتي كلها هون، فيعني نعم ينظروا لك إنه معتوه ويعرفوا إنه في بترو دولار، وفي خلاف كبير، خلاف كبير بين المواطن العادي والسياسة الأمريكية، لأن لو يطيح الأمر بالمواطن العادي عندهم ألاسكا الريزيرف البترول الاحتياط النفط في الألاسكا كبير بالشكل وفي روسيا، لكن في سياسات وبعدين ينوع السعودية في عندها استثمارات كبيرة هنا، القروض عندهم استثمارات كبيرة هنا، فللأسف السياسي بيبيع ضميره ووطنه مشان هالمعتوهين دولة. بس عموما يعني إذا يخلص البترول أعتقد السعودية ستسحق، وأنا يكون الشرف لي، شرف كبير إلي أني أدوس الكعبة بأقدامي وأسحقها وأنهيها، الشرف يكون عظيم إلي. وبناسبة ردي على الأخ دانيال وهجوم المبكر على أخي وحبيبي جورج بول، أنا العكس طبعا، تعرفت على جورج بول قبل كل الآخرين، والصراحة صعقت لما شفتك، واو هذا الشاب يعني عم يحكي الحقيقة وتجنن. فمثلا يعني ما كان عندي وقت كثير أعمل أشوف حلقات، فصرت أعملهم MP3 وحطهم معي بالسيارة وروح أسمع لهذا الشاب. في شاب مصري يجنن عم يحكي، عم يفضح الإسلام وبالأدلة والبراهين. فجورج بول يعني طبعا أنا we glad إحنا سحبنا دانيال معانا من عدو إلى صديق وحبيب. بس أنا من مشجعي جورج بول من day one. I love this man. I love you guys as well. دانيال بالمناسبة في لقاء مع يعني ضرورة نتصل صح؟ شو هاي هذا يعني رأيي في المهلكة السعودية وكوارث الإسلام وهم متوفين صراحة. سال في الأخ سوبر جلوبال هو عم بيقول تعقيبا على جواب الأخ سال، كيف سيتواصل العلمانيين والمفكرين الأحرار في البلاد العربية إذا تم قطع الإنترنت عنهم؟ لا أعتقد يعني لا أعتقد يستطيعون قطع الإنترنت عنهم، يعني شبه مستحيل. لكن كما ذكرنا في الحلقة قبل ساعتين مع الدكتور مع النبي سام الديب، احنا ضروري نتواصل، ومطلوب من كل شخص معانا الان في هذه اللحظه، هذه الحلقه لازم تنشر تشارك اي مكان، دعوه الاصدقاء للمشاهده، دعوتهم للحضور كذلك، لانه نحن في سباق مع الزمن صراحه، في سباق مع الزمن، وعندنا great tools، عندنا يعني عندنا التقنيه والانترنت، وبنحاول قدر الإمكان مثل ما يعمل جان جهود فردية، دانيال جهود فردية، وجورج جهود فردية، ضروري المشاهد والمشترك المستمع يعني انشر هاي الحلقة في صفحتك في الجروبات اللي عندك، يعني ادعو الأصدقاء، اعزمهم، ادعيهم، invite them، يعني جيبهم خلي يشوفونه. وفي ناس صدقني، في كثير ناس منتظرين الشرارة الأولى، الجدحة الأولى، بدهم يشوفون. في ناس كثير خايفة، وأنا سمعت هذا إنه هو يشوف الحلقة بس ما بدوش يحط لايك، خاف أصحابه يروحوا يشوفون. فأنا بشجعك، في ناس كثير زيك عم يستنوك أنت تتحرك، وأنا ما أنا إلا يعني تحرك الأخير إلا يعني وقفة مع جان ودانيال وجورج وإسماعيل، يعني just wanna stand by them. يعني تحركوا بليز، تحركوا في سباق مع الزمن. شكرا سال، انا اشجع اصدقائي انه بالفعل يعني كما قلت من اول مره، يعني اول فيديو انا عملته اول حلقه كانت بالاحرى، انا طبعا عامل فيديوهات كثير عن الاسلام، وطبعا كان كلها قصائد شعر فقط، ومن 2007 كان انزل على اليوتيوب قصائد شعر ضد الإسلام وما شابه الإسلام والديكتاتوريات حتى كمان الموجودة المعفنة للأسف الشديد اللي عنا الباقية على صدورنا. أنا أشجع يعني أصدقائي أنه يساووا فيديوهات
احكوا خلوا الناس تسمع، يعني نحن موجودين، وصدقوني صدقوني يعني ربما اخوك ملحد وانت لا تعلم، واثنيناتكم خايفين من بعضكم يعني انه بتجهروا لبعضكم، يعني هي وبدها الشجاعة، هي النقطة الأولى أن تتحرك، تحركوا يا جماعة تحركوا. طيب أنا بدأ أروح على دانيال. في أي تعليق؟ عفوا معي؟ معك إذا في أي تعليق. نعم كان بدي أقول كلمة بس عفوا كنت فاكر راح تروح دانيال، يعني الأخوان اللي عم يكتبوا الآن لأنه أجين راح أعيدها، يا أخي يا أخواتي إحنا مش في هجوم عليكم أنتم شخصيا، ما عندنا شيء ضدكم شخصيا، لكن هل تتصور يعني الشعب العراقي الآن والأفغاني والسوري والمصري، يعني هل تعتقدون فعلا أنهم يعيشون يعني حياة إنسان محترم؟ ما شفناها احنا جايين من عندكم وفيكم، شايفين الفرق بالحياة، الفرق يعني سافرت كثير وشفت يعني الفرق الشاسع في نوعية الحياة، كرامة الإنسان، حرية الإنسان بين الشرق الأوسط البلد المسلم والبلد غير المسلم، يعني احنا عم بنحارب مشانكم انتم. وبعدين ارجع لأخواننا لنفس الشخص حبيبي جهنم، هاي اللي في مخيلتك ومخيلة محمد المريض، يعني سنوات آسف لا نؤمن بهذه الخرافات. anyway عفوا جان تفضل حبيبي. ولا يهمك ولا يهمك. طيب انا بدي اروح للاخ سال، في شخص تعلم اكثر اسمه مسمي حاله تعلم اكثر، عمول مساءكم سعيد، لكن عندي سؤال، إذا لم يكن هناك إله كيف يحاسب من تجبر في الأرض وقتل ولم يجد من يردعه في الحياة الدنيا لقوته وجبروته؟ تفضل شو بترد على الطرح هذا؟ السؤال لي عفوا؟ لا لا عفوا سأل أسف لدانيال. دانيال تفضل. دانيال بشكل عام موضوع الثواب والعقاب موضوع اجتهاد إنساني، وما بعتقد أنه هو أكبر من أنه اجتهاد إنساني. نحن كنا بمكان معين وانتقلنا من هذا المكان لمكان معين، أصل كنا بمكان عاقلين بنسبة 1% وانتقلنا إلى مرحلة عاقلين بنسبة 60%. فلتقييم الأمور ولا استيعاب الأمور على الشخص الجديد اللي بيجي بيقول مثلا إذا ما في ثواب ولا في عقاب شو بده يصير بالظالم والمظلوم، شو بده يصير بالقاتل والمقتول، بكل بساطة انظر إلى عالم الحيوان، وقت لي الأسد بيفترس غزال، لنقول كلكم غزلان ما شاء الله عنكم، وقت لي الأسد بيفترس غزال، هيدا الغزال مظلوم وقعا يعني طبيعيا مظلوم لأنه قتل، إنما الأسد ظالم، والإنسان وقت لي بيقتل إنسان في ظالم وفي مظلوم. نفس الأمور، الدين ما قال لك إنه الحيوان بيتعاقب، والدين ما قال لك إنه الحيوان يحاسب، بس في ظلم وقع على حيوان من قبل حيوان. طب كيف؟ ما الغزال الذي قتل مظلوم، والأسد ظالم، إنما هو قتل لا يأكل مثلا، ربما أكل قتل لأنه حس بالخطر. وكذلك التقييم على البشر، وقت الإنسان بيقتل إنسان آخر ليش بدي يفكر بثواب وبحساب وثواب بعد هذا العالم؟ إذا بدي يفكر بثواب وحساب بعد هذا العالم طب أعطيني مثلا كلام على موضوع محاسبة الحيوان بالعالم الآخر أو إكرام الحيوان بالعالم الآخر. في بعض الحيوانات مثلا التي قتلت من حيوانات إذا قلنا الله خلقها، هذه الحيوانات الإنسان لا يستفيد منها والطبيعة لا تستفيد منها، موجودة وبتأذي الطبيعة وبتأذي الإنسان بنفس الوقت، فوجودها بدل على أنه هذا المصمم العظيم أو البروفيسور العظيم أخطأ ببعض الأماكن، مثل الديناصورات، لنحكي عن الديناصورات مثلا، شو حاجة وجود هذه الكائنات على وجه الأرض إذا الله اللي خلقها؟ ما في حاجة لوجودها. طيب الديناصورات الحيوانات التي افترستها هذه الديناصورات حيوانات مظلومة من قبل مخلوقات، وهي موجودات مش مخلوقات إنما بالتعبير الإيماني، من قبل مخلوقات تم افتراسها. طيب يعني أوقع ظلم على مخلوق يعني اللي هو الحيوان الضعيف اللي تم أكله من قبل الديناصور،
دون محاسبة هذا الديناصور الصغير أو الكبير عفوا. فنفس الفكرة نفس الفكرة. السؤال خلينا ناخده لمطرح تاني، عندما يقتل حيوان حيوان آخر، هل سيحاقب القاتل وهل سيساب المقتول؟ كذلك الأمر عندما يقتل إنسان إنسان آخر، عم بحكي عن العالم الآخر مش عن هذا العالم، القاتل لازم يحاكم بهذا العالم ولازم يزج بالسجن، يعني يعاد تأهيله. سأل السؤال كالتالي، هل إذا قتل الأسد الغزال، الغزال حيدخل على الجنة والأسد سيعاقب؟ لا، لما حيتم هذا الأمر. ممكن يأخذ الأسد ونحطه بالسجن وبيتم العقاب عنه. طيب إذا هرب الأسد أو هرب القاتل وما قدرنا نلقي القبض عليه، خلاص القاتل قتل كفكرة، القاتل قتل مثله مثل الحيوان اللي عم يتم افتراس حيوان آخر وعم يختفي. فأنا بكل بساطة هذا هو الموضوع، إنه موضوع الهروب بالوهم إلى عالم تاني. أنا أتمنى إنه يكون في عالم آخر، جون يتمنى، صال يتمنى، كلنا نتمنى الخلود. مين بيكره هذه الفكرة؟ بالعكس فكرة كتير حلوة، إنه حنعيش عالم تاني، يعني إذا كنا فقراء هون. باختصار هذا الموضوع العالم الآخر هو تركيبي سياسي بكل بساطة للسيطرة على الفقراء. إذا الفقير جيت قلت له هلأ أنا ما في عالم آخر، بيقول لك أنا عيشتي تعيسي، لازم أغير من عيشتي، بيصير عم نظام، بيصير على الحكم. فأنا كيف بخدره؟ كيف ببنجه؟ بقول له لا حول ولا قوة إلا بالله، جزاء الذين صبروا حور عين، وا 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 وا. بسيطر عليه، بخدره، ببنجه، بلعن أخته، بخدر له عقله، بعطيه مورفين لجسده، خلص بيقعد بينطر على الحياة الأخرى، بيكون راحت عليه وعلى اللي خلفه بهذا العالم، بيكون الحكم مزدول، بيكون عاش فقير، مش قدران يشتري بلاي ستيشن، مش قدران يعيش حياته، مش قدران يشوف العالم. تخدير جان، قدين يعني بوسيلة لتخديرك. اليوم إذا جينا قلنا للصوماليين ما في دنيا أخرى، ما في عالم آخر، انتهينا. شو بيصير بالصومال؟ بطير الرئيس، بطير الحكومة، بالسعودية، بإيران، إذا قلنا لهم يا مهابيل ما في عالم آخر، هذا عالم انتهينا. هل بتعتقد هذه الناس اللي قاعدة ببيتها مسكينة فقيرة عم تدعي الله للنهار من فقره ومن تعاسته ومن قرفه ومن الظلم الواقع اللي قاعد ببيته لا حول ولا، يعني مثل ما بيقول، إذا جينا قلنا له ما في إله بيصور على الدنيا كلها. فالدين بيدعموه السياسيين، ما بيحاربوه السياسيين، لأنه الوسيلة الوحيدة لتخدير الناس. مثلا عندك عبد الفتاح السيسي إجا قال لك بدنا نغير الخطاب الديني، كيف بدك تغير الخطاب الديني يا بابا؟ ما أنت بتطير من الكرسي تاني يوم، مظهر شكله بيتغير تاني يوم إذا بتغير الخطاب الديني. أو إذا بيهاجم هيدا الرجل الدين بطير الدنيا كلها اللي حواليه. ليه؟ ما له مصلحة، المصلحة بأنه يتم إحاطته برجال الدين، مثل وقت اللي كان فرعون تتم إحاطته بكهنة المعبد. شو السبب؟ لأنه هن الوحيدين اللي قادرين على التأثير على الناس والسيطرة على الناس. فلذلك كانوا الكهنة الموجودين بالمعبد أو البلاط الفرعوني كانوا ذو رتبة وذو شأن عظيم، لأنه هن القادرين على السيطرة على الناس، بعكس فرعون مثلا. فرعون قادر يسيطر عليهم عسكريا، ولكن الأخطر من السيطرة العسكرية هي السيطرة الفكرية، البنش الفكري، أنك تسيطر له على دماغه. فالدين بكل بساطة سيطر على هذه الناس وجعلها تسأل إذا قتل وقتل هذاك شو بيصير فيه، وشو مين بده يحاسب هنيك، وشو السبب وشو العقاب. يا حبيبي لا في ثواب ولا في عقاب، في 50-60 سنة، وإذا كنت سبورتمان ممكن تعيش لك 70-80 سنة، ضبط أمورك فيه. وأنا حاول تترك شيء بسيط، يعني ما تغير العالم، حاول تترك أثر، ولد، مشروع، رواية، حكي، وبعدين مع السلامة حيروحوا حطوك بقلب حفرة. أنا سعيد بهذا الموضوع، ما بحسه مرعب مثل ما المؤمن بيتخيل. وجان وصال واو موت، أنا بالنسبة لي آخر عم موت بكرة الصبح، ما عندي مشكل، لأني كل يوم بس حط راسي على الفرش ونام أنا بموت أساسا، بنفصل عن هذا، انتهينا، متت. فشعور الموت هو ذاته وهو الغياب، وانتهينا، لا في لا ألم ولا في شاورما، الله بده يحطك على سيخ شاورما ويمرق ميكائيل يقول له واحد دانيال، يقول له لحظة بس، ويقعد يقصقص فيك، ما في منا عدلا. بكل بساطة جان، هذا هو الجواب يعني. يستلم، وشان هيك كارل ماركس قال الدين أفيون الشعوب صراحة، وأنا عندي هون رأي بصراحة، يعني يلا خلينا نكون واقعيين. يعني هذا الإله اللي يوعد بالعذاب الشديد، في حديث لمحمد بيقول في واحدة امرأة دخلت النار لهرة حبستها وما تركتها أنه تأكل من أعشاب الأرض والأشياء هاي، أنه في امرأة حبست هرة
فلأجل حبسة الهرة هاي دخلت النار. فمعروف أنه تدخل النار أبدي، يعني النار أبدية. فاليوم إذا قارنت بجرم، خلينا نسميه جرم هالامرأة هاي اللي دخلت النار أبدية إلى الأبد، ونجي نشوف جرائم صدام مثلا، أو جرائم بشار، أو جرائم أبو حافظ، أو جرائم القذافي، أو جرائم كل هالسيسي وغير السيسي وستالين وهتلر وكل هالعالم هاي. طيب هل المرأة اللي حبست هرة دخلت النار بأبد الآبدين مشان حبس هرة، وستالين وبشار وصدام دبحوا الملايين، يدخلوا بنفس الموضع اللي دخلته هل الامرأة اللي حبست هرة فقط؟ يعني خليني أين العدالة؟ يعني أين العدالة؟ يعني وين صفت العدالة إذا ربك كامل العدالة إنه يدخل امرأة يعني مؤبدة بالنار لأجل هرة، ونفس الشيء يفعل مع صدام ولا بشار ولا ستالين، يدخلهم بالنار لأجل قتل الملايين يعني. فما في منطق بالموضوع. ما بعرف إذا عندك تعليق ونرجع للأخ سال. خليني أقول لك شغلي، محمد كان عنده زهايمر، أنا بشكل سريع كان بيعاني من زهايمر. يعني أنا عم بتعال، أنا أول مرة بسمع هذه الرواية بدي أروح انكش اللي خلفها هذه الرواية ويشتغل عليها، فشكرا كتير. يعني محمد كان عنده زهايمر، يعني أنا كناقد للأحاديث يعني بقدر اكمش الثغرات بالاحاديث. محمد بيقول لك وبر القط، وبر القط مكروه للصلاه، وبعض المراجع الاسلاميه بيبطل الصلاه، يبطل الوضوء. يعني انت اذا فيه وبر قط على ثيابك مبطل للوضوء. فمش عم بفهم، يعني هذه المراه كانت تصلي وكانت تصوم وكانت تعبد ربه ودخلت على النار، يعني كيف هالتضارب انه في قطه وفي مره بالنار؟ يعني امرأة ما بعرف الحديث عم بيقول امرأة مسلمة، لحظة بس، نعم امرأة امرأة مؤمنة خي، كانت تصلي وتصوم وتطوبس خمس مرات بالنار وتعمل الحمية الخي، دخلتها وبر قطة او قطة موجودة بمنزلها بالبيت. هو محمد بينته كان يخاف من البسينات، يعني ما بعرف فيش بسينة عضيته هو صغير، مش عارفة، ما بفهم القصة. شكرا. سأل شو رأيك بهالمنطق هذا، انه يعني إذا ما في إله، وهل المجرمين هدول المتجبرين المتكبرين جرائمهم مين بده يحاسبهم على جرائمهم؟ شو رأيك بالموضوع؟ تفضل. Thank you. والله عندي رأي للأخ ريكو اللي هو مثل نفس ريكو وتعلم أكثر على كلامك. طبعا سؤاله أو اقتراحه، إذا لم يكن هناك إله كيف يحاسب من تجبر في الأرض وقتل ولم يجد من يردعه في الحياة الدنيا؟ يعني هو الآن دحض الإسلام بالمرة. يعني الآن إذا أروح أنا للسعودية والعراق ومصر والمغرب، دول كلهم بلدان إسلامية، لازم ألاقي سجون فاضية ولا يوجد أي جريمة ولا أي سجن إجرامي، لأنه يمشون على سنة الله ورسوله، أليس كذلك يا جان؟ طبعاً. تو أخريكو وأخوان المستمعين والمشاهدين كلهم، الآن لازم البلاد الإسلامية التي تعتمد على شريعة الله في الأرض خالية من الجرائم، خالية من كل نوع من أنواع الإجرام. أنتم دحضتم نفسكم بنفسكم، وكل واحد، أدعو كل واحد منكم أن يذهب إلى أقرب قسم أو مخفر للشرطة ويتأكد من هذا الأمر. ثانيا يا أخي، أين إنسانيتك؟ أنا مواطن ملحد من دي وان، أخذته من أبا عن جد، لم أخالف القوانين الأرضية ولا أشتغل وداري بيتي وحياتي وعائلتي وأصدقائي، ولم يعني لم أساهم في إيذاء شخص ما. وإذا كان بدك يا صراحة للأخ نفسه، إذا كان بدي أقدس قانون أو دستور، فأنا أفضل الدستور الأمريكي، راح يكون قرآني لأنه دستور محايد والعدالة بكل معنى الكلمة، يعطيني حقوقي ويحميني والآخرين كذلك، يحاسب من يتجاوز القانون. أنا أعتقد راح أؤمن أنا مؤمن بالدستور الأمريكي وراح يكون هو قرآني. يا أخي إنسانيتك
مثل ما يذكروها المسلمين دائما. طيب انت ملحد كيف يعني، من يمنعك تنام مع امك واختك سو انت بحاجه الى حارس يظل جنب اختك حتى يحميك من عندها. انا اختي لا ليس بحاجه الى حارس ولا امي، انا انسانيتي يعني ومبادئ الانسانيه تعلمني يعني تهديني كيف اتعامل مع هؤلاء. انا ليس بوحش، انتم حتى نساءكم تغطونها، اطفالكم تغطونهم مشان لا يثار الرجل المسلم. يا اخي اصحوا معانا. فيعني انا سؤالك مثل ما قلت في البدايه هو يدحض تماما ما سالت وما قمت به. وطبعا دانيال ذكر شغلات كثير، يعني دانيال موسوعة صح. هذا جوابي له الصراحه. طيب في بس بدي اقرا نوال عم تقول دائما كنت بحس ان المسلمين العرب يعبدون النبي محمد اكثر من اله الكون لانهم منافقون وعثمانيون في ان محمد النبي الوحيد يشفع فيهم يوم القيامه. يعني ما بعرف العثمانيين عشمانين. بصراحة يعني خلونا نكون واقعيين يا جماعة، يعني المسلم في الواقع هو يعبد محمد من حيث لا يدري. يعني محمد لما اجى شال الأصنام كلها، وضع صنم ثاني. يعني العرب بما يسمى الجاهلية، والجاهلية اجت الإسلام هي الجاهلية الكبرى. يعني قبل الإسلام خلينا نقول، أنا أرفض كلمة تسمى هذيك الحقبة بالجاهلية لأنه كانت ديمقراطية حقيقية، تعدد الأديان يعني كان تعدد. أنا معك طبعا، أنا معك، هو الإسلام أتى بالجاهلية بالضبط. فحقبة قبل الإسلام خلينا نقول حقبة قبل الإسلام، يعني كانوا العرب يتعبدون الإله من خلال الأصنام هاي. يعني ما هم يعرفوها أصنام، ما كانوا يجوا يعبدوا الصنم ذات نفسه، ولكن يتقربون للإله من خلال الصنم. فمحمد شال كل هالأصنام هاي ووضع نفسه انه المسلمين والعرب اللي مغصوبين على اعتناق الإسلام يعبدوا الإله من خلال محمد. ويعني مستحيل اصلا يعني الشهادتين، يعني هو الشهادة بتكفي اذا كان في إله، ونفترض نذهب مع خرافات انه في اله بكفي، لا اشهد ان لا اله الا الله. يعني ليش يعني يلحقوا برسول الله؟ يعني ليش لازم يكون هو موجود بكل شيء؟ يعني فشو رايك بالفكره دانيال؟ خلينا نبدا من دانيال. دانيال كان له غايب فتره على الانترنت، انت عم ترجعني بشكل عنيف هلا. جوهر الموضوع هي النرجسية، جوهر الموضوع نرجسية محمد. محمد بمرحلة من المراحل أتى لعنده عمه وعم بيقول له إنه يا عمي خلص خلينا نهدي اللعبة شوي، فخذ مركز سلطة وخذ مركز مال يعني بين القرشيين، وعاد بيننا وبينكم. يعني هي طبعا الحديث باللغة العامية باللغة الفصحى، بس أنا عم نحكي بالعامية ليفهمنا المستمعين. فنرجسية محمد وتعبير محمد من هون بتشوف قديش هذا الرجل نرجسي. قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في اليمين والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. وصل لمرحلة محمد بعد عفوا بعدم المؤاخذة لما قاطعتك، يعني هو حديث ضعيف ومحمد لم ما حدا عرض عليه السلطة، يعني هو جاء اغتصب السلطة بصراحة. لا 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 لا، عم بحكي بعد رجعته من المدينة، بعد ما رجع من المدينة وبعد كل القبائل اللي مرق عليها. هي بالتاريخ الإسلامي أنا بذكر لك اسم الكتاب، ذكر إنه محمد تم العرض عليه بس مش المرحلة الأولى. هذا ضعيف يعني، حتى ضعف الحويني وغير الحويني يعني الموجودين. طيب. الشيوخ الموجودين مشان ما ياخذوا علينا انه نقطة، بس هذا حديث ضعيف يعني. شو اسمه بيت العنكبوت والغنم واطلبوا العلم ولو في الصين والجنة تحت اقدام الامهات، كل هذول احاديث ضعيفة اصلا غير موجودة. محمد لا يقول هالاشياء هي. تفضل، اسف على المقاطعة. جيد خلينا لك عن ليتس ليف ذس بوينت، خلينا نترك هذه النقطة ونروح على نقطة ثانية. يعني هي كمان مش لمصلحتهم كانت هذه النقطة، بس يلا بما انه ضعفوه إذا اكتشفوا في ثغرة في الموضوع أم ضعفوا، هذا هو الموضوع بكل بساطة. يعني بس يكتشفوا بمطرح في خطأ بيقوموا بيروحوا بيقولوا لك حديث غير مسند، حديث مسند.
نرجسية محمد ظهرت بعدة مطارح، نرجسية محمد ظهرت بعدة مواقف مر فيها هذا الرجل. هذا الرجل أتى بكل بساطة قال لهم أنه هذه الآلهة اللي أنتم عم تعبدوها الأصنام غير صحيحة، غير كذا غير كذا. خلينا نقول هذه الشخصية بأول ساعة من ظهورها كانت شخصية تنويرية، عم بتقول أنه ما تعبدوا للصلاة. مثل أنا إذا بشوف واحد عم بيصلي للبقرة بقول له ما ترك على البقرة يا مجنون، أنا أصبحت شخصية تنويرية. هذه بداية هذا الرجل. انتقل هذا الرجل للمرحلة الثانية ألا وهي القوة. الرجل خرج من مكة، ذهب إلى المدينة المنورة حسب ما بيسموها المؤمنين، المدينة المنورة بهذاك الوضع، وخرج منها يترقب، يعني طلع حفيان منها للمدينة هربان، قصته قصة صار معه قصة، يعني ما بعرف إذا حدا عمل له شيء على الطريق كمان، يعني المهم فوصل على المدينة المنورة هذا الرجل. بالمدينة المنورة إذا بتراقب التاريخ العربي، المدينة كانت بتعاني من أزمة سياسية بهذيك المرحلة، وايضا المدينه المنوره بهذيك المرحله ما فيها قاضي بسبب الحروب اللي خاضتها هذه المدينه. فوصل محمد، وبما انه محمد كان زاع عصيته فتره طويله بمكه، عم يعمل مشاكل وعم بيحرض وما يحرض، وضعوا محمد وموضوع استقبلوه بطلع البدر علينا هي كذبه اسلاميه، يعني فضحها بصندوق الاسلام، يعني فضحها فضيحه مزريه مثل ما بيقولوا، انه ما حدا استقبل محمد بالمدينه. محمد بالمدينه دخل وقعد مع وجهاء المدينة وعمل مثل يعني مثل ديل معهم، يعني مثل اتفاق معهم. رجع محمد من المدينة شخصية مختلفة كليا على مكة، شخصية ما فيك تتعرف عليها. بدأ يظهر الانفصام بالشخصية لهذا الرجل. خرج من مكة، حمل وديع، رجع ذئب متعطش للدماء وإلى آخره، وبدأ ببطش الموجودين بالمدينة وبالقرى المحيطة، ومما دخل بالإسلام فرض عليه جزية أو قتله مثل اليهود والمسيحيين. هني بيسموه النصارى، أنا بكره هذه الكلمة، هم مسيحيين، يعني هني لقبوهم بالنصارى إلى مصطلحات. فبدأت تظهر نرجسية هذا الرجل. كيف بدأت تظهر نرجسيته لهذا الرجل؟ من خلال تحليل الأمور أو أحلال الأمور لإله وتحريمها على الآخرين. وامرأة وهبت نفسها إلى النبي. طب أنا فيني تجي واحدة توهبني نفسها؟ لا، الموضوع حصرا بالنبي. يا أيها النبي قل لنسائك أن كذا كذا كذا. حتى السيطرة على النساء وضعها بالقرآن، عرفت؟ يعني حتى السيطرة على نساء، يعني الله يحرق دينه هالالله، يعني أنا ما بفهم ربه هالالله، يعني هذا الله اللي قاعد لي فوق متفضيله بس لمحمد، ما عم بفهم ربه أنا. يعني أنا إذا طلع في يوم من الأيام بدي أسأله سؤال بقول له يا أخي ما كان عندك شغل تاني؟ يعني ما كان عندك مصلحة تانية؟ خلق بشر بمجرة تانية، يعني قاعد فضيلي لمحمد وربه وتخانقه وعايشة، وعايشة راحت عكرتت مع واحد ولا ما عكرتت، يعني انت عم تتدخل شخصيا لتقول له لا يا جماعة هذه المخلوقة ما فتحت إجرائها لحدا، انه لك منه يعني لك هالله، ما تضحك، ما هو الموضوع مزعج يا جان، يعني انت عم تضحك بس الموضوع مزعج. الله قاعد لي فوق على بعد ملايين السنين الضوئية قاعد عم ببعبس فينا بمحمد، يعني انه ابو لهب هذا العكروت لانه زعجه لمحمد ولا عمل يسوي باخته، هدي يا جبرائيل كمان نزل له هاي لمحمد، تبت يا ابي لهب. بدات تظهر نرجسيته لهذا الرجل بعده مطارح، بدات تظهر النرجسيه الاكبر من هذا الموضوع. يعني مرضه لهذا الرجل السلطه من بعده لمين؟ في حديث الغدير هذا الرجل سلم السلطه لبيته، لاهل بيته، ما في له حديث اوصيكم باثنين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترتي اهل البيت. أوكل أمور السلطة من بعده هذا الخلاف السني والشيعي، أوكل السلطة لبيته. ومن سار على هذا الأمر الصحابي الموجودين حواليه، هذه الأرطة اللي كانت موجودة حواليه، الخلاف الذي حدث بين علي وأبو بكر وعمر وعثمان خلاف سبب محمد، هو عين علي من بعده هذا الرجل، أبو بكر ما تقبل الأمر. هذه الأرطة أبو بكر وعمر وعثمان كانوا فهمانين الفيلم، كانوا فهمانين التمثيلية. عمر شكك بنبوة محمد بآخر لحظة، ومحمد عم بيموت قال له آتوني بكتاب أكتب لكم به شيئا لن تضلوا من بعدي، قال له جيبوا لي كتاب بدي أكتب لكم شغلة، وهذا نبي أمي ما بيعرف يقرأ ويكتب، يعني هذا الحديث صحيح، ساعة بيكتب ساعة ما بيكتب، ساعة ملعوب فيه ساعة مش ملعوب فيه، يعني بجننك كناقد قاعد عم تقرأ بدك تنتقد رواية، بيعمل لك على العصبي بيعمل لك. المهم أم شو بيقول لهم عمر؟ ما هو محمد مشلطح على الفرش جوا بالتخت، يعني عم بينازع الزلم، شو بيقول له محمد؟ بيقول له لا اتركوا ان الرجل لا يهجر، ما تعطوه شيء هذا، يقوم يا عمي يقوم يكتب له شي جمله هذا على الخرف اللي خرفه اخر شيء،
يضيع سنين 40 50 سنه يفوتنا بالشليموني مثل ما بيقولوا هالشباب. شو اسمه هالشلي؟ عرفت شو في بيبسي؟ منعوا عنه كتاب يكتب فيه موضوع. شو كان بده يكتب هذا الرجل؟ فين يخبرونا المسلمين ليش الخليفي عمر بن الخطاب منع نبيهم من انه يكتب؟ قال لهم حسبنا كتاب الله ان الرجل لا يهجر او يهزي. اختلفوا بالروايات يعني. نرجسيته لهذا الرجل وصلته لمطارح جان. يعني لك اذا في اله نحن معذورين ان نكفر بهذا الاله، اذا وجد اله نحن معذورين بان لا اله. انا يعني عقلي يرفض بانه خالق هذا الكون، اذا بدي اقول امنت بخالق هذا الكون، يتدخل بواحد قاعد لي بصحراء السعوديه او صحراء شبه الجزيره العربيه عم بفكر مين بده عم بفكر بتبعه يا اخي؟ ام الله قال له حنبعث لك صفيه طلقها من جوزها وتجوزها؟ يعني الله شغال عند يعني بديش اقول اسمه يعني، عرفت؟ وين الله شغال مع محمد يعني؟ الله شغال مع محمد اذا مرته راحت عكرتي؟ لا ما عكرتي يا جماعه، هذا الله هيك عم بيقول بالقران. مثل الكلاب بدها تسكت العالم، قران مقدس. الله شغال انه اذا بدنا نروح نحرق دين دوله ثانيه، نتهجم على دوله ثانيه، نسرقها، ننهبها، نلعن اختها؟ الله شغال انه يلا يا محمد معك الاذن. الله شغال انه يطرد اليهود. الله شغال يا حبيبي، ما هو خلقك، ما هذا الله، هذول خلقك، هذه بشرك، ما انت ارسلت لنا انبياء. الزهايمر الرباني مع محمد، اجى محمد نسف كل ما قبله باحد المطارح، قال له لا عيسى ابن مريم ما صلبوه ولا قتلوه، شبه لهم. شو يعني شبه لهم؟ يعني في شخصيه فعليا انحطت على الصليب وشبه لهم. اذا انت يا الله صاحب المصيبه، انت صاحب المصيبه، انت ارجيت ناس انه في فعليا شخص انصلب، كيف بدك اياه تامن بعد 650 سنه انه لا شبه لهم؟ روح العاب يا حبيبي، فضول بعيد عننا. هذا اللي قالوا له اياه المسيحيين لمحمد وقت اللي اطلق عليهم هيدي، حاججوه بهذا الكلام، قالوا له اذا كان الله غير هيدي الشخصية، إذا الله صاحب فتني، إذا فتني يعني صاحب المشكلة، الله أوهمنا بشيء وهو مش صحيح، كيف بدنا نآمن فيك؟ لذلك قال له كبير الأخبار وقت اللي قال له دعا بالقرآن، دعالوا ندعو أبناءنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم ونبتهل إلى الله ونجعل لعنة الله على القوم الظالمين. شو رد عليه نصر رجران؟ قالوا له فليأتي محاججنا بالرواية. شو يعني فليأتي؟ خلي عيسى ينزل، ما أنت عم بتقول إنه الموضوع غلط، خلي عيسى ينزل. وطر لي على حمار بنص الليل، حمير عم بتطير، واحد يا زلمه انا بعرف الحمار بيفلح حوالي قدام البيت، ما بعرف حمار بيطير. عفوا 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 دانيال، لان احنا لغينا كلمه الحمار، هو جحش، الجحش الطائر. يا اخي ماشي الجحش، انا جحش، انا بطير، انا طيار وجحش يا اخي ربيان. اوكي يعني اذا عم بتقول انه جحش بيطير، دانيال جحش، ابن جحش يا اخي وبيطير، اوكي يعني، بس انه جحش له دينين بيقولوا هذول بيعمل هيك بطير يعني، انه هاي مالي يعني، ما بدك تحترم عقل الاخر يعني. غير هذا الرجل كان مريض، انا مستغرب يعني. اليوم انا وقت لي عندي يعني هلا الاقي الكتب اللي حاططها هون راح دفعني حقها شي 400 500 دولار يعني، لعنة الله عليهم يعني، وقت عم بيجي اقرا فيها يعني حرام. كيف هيدي الناس امنت بهذا الانسان؟ كيف هيدي الناس صدقت هذا الانسان؟ كيف لليوم في انسان عم يقتل انسان كرمال هذا الانسان؟ دانيال حبيبي هولدون، انا جزء حبيت اساعدك في اله محمد الى موقعين، هو عنده ثكنتين يعني، ثكنه في الجزيره somewhere وفي ثكنه اخرى هي في اعلى فخذي محمد نفسه يعني. ما هو شغل حاله عثمان صديقي 100%، انا معك شغل حاله. الله لا ورا ولا قدامه يا اخي، غير النبي مثل ما ذكرت لك، غير النبي شغال بس كرام عيونك يا ابو احمد. قالت له عائشه مالي مالي انا ربك يسرع بهواك، بعصته عائشة كشفته، قالت له شو قصده الله، شو ما بدك بنزلك لك، شو قصده هذا عم هذا بيكون الله شغال. الله هو محمد ومحمد هو الله، شخصية واحدة، لأنه واحد تماما، واحد هو الصانع لهذه الشخصية وهذه الشخصية صانعيته. طيب أصدقائي قبل ما ننهي الحلقة، صار ساعتين تقريبا يعني، أنا بس بدي أخذ رأي سالم بالموضوع، إنه محمد شال الأصنام وحط نفسه بدل الإله. هو أصلا يعني هو محمد يعني دعا الله والملائكة يصلون عليه، يعني الله الآن اللي يؤمن بالمسلمين يصلي على محمد، يعني تصور هذا الجيش الجرار اللي قاعد فوق السماء السابعة ما شو قاعدين 24 ساعة، اللهم صل على محمد. لا كلها خرافات مثل ما ذكر أخي دانيال، رجل مريض، النرجسية طبعا واصلة لأعلى مراحلها، يدخل إلهه اللي مثل ما ذكرنا موجود في أعلى فخذيه، بده بنت
زوجة بنته نزل لآية، وبعدين بده صفية نزل لآية، وهكذا خرافات. يعني أتمنى أخوان المسلمين يعني يصحوا من هذه من هذا الكابوس ويفكروا بحياتهم. فعلى نرجسية محمد أجين، يعني كل الأنبياء تذكر أنه هم يصلون لله ما عدا هذا النبي الوحيد اللي الله والملائكة والأنبياء الآخرين يصلون عليه. لو شافني وحب ينكحني كانت نزلت ايه الدنيل يا عمي، فنحن ما كنا عيام يا عمي. على كل حال انا بشكركم اصدقائي، طبعا انا اسف كتير للاخ احمد، يعني صرنا بنص الحلقة وكان اظن الخطأ من عندي، يعني الكمبيوتر عندي كربج، وشكرا لسال اللي بقي على الخط ومسابر يعني. كمان حبيبي. طيب خلينا ناخذ كلمة أخيرة سال، شو بتريد تقوله؟ هو بصراحة موضوعنا كان أغلبه عن موضوع المجرم الأفغاني هذا اللي سوى جريمته بالمسلمين يعني، وطرقوا ورحنا بمواضيع تانية وحق يعني بصراحة نحكي من هون للصبح، ما بتخلص المواضيع هاي، لأنه مأساة عايشين من وراء هالفكر الخرافي هالفكر المجرم هذا. كلمة أخيرة بهالحلقة سأل، شو بتفضل؟ شور والله أنا متوقع طبعاً كالعادة أصبحت الآن يعني مناسبات شهرية، صارت الإرهاب الإسلامي صار مناسبات شهرية، وأتوقع أن تكون أسبوعية ويمكن راح تكون يومية، تحت راية لا إله ولا الله ولا قسم ابن آمنة ورسول من عند الله، طبعاً متوقعة تماماً، بتسموها غزوة المثليين. وكان يعني كما هو كل اللي يعملوا ويشالين نفس الفكر، ناس مرضى نفسيين مجرمين لا لهم وجود في الأرض، وضرورة ضروري الخلاص من هذه الأفكار وهذا الفكر الإجرامي تماما. وطبعا نعم نتحدث عنها اليوم، وأنا راح أكد لك في حلقات قريبة راح يصير هجوم آخر، وراح نعد نتكلم على هذا، وراح يظهر مسلم معتدل كيوت راح يظهر ويدافع عن الإسلام كمان، وإحنا راح نظل هون يعني نفضحهم ونفضح قرآنهم الكريه. وبالمناسبة القرآن اسمه جديد الكرهان، لما فيه لما كم الكراهية الموجودة فيه. تحية لك جان حبيبي، تحية لدانيال ودكتور جورج وأحمد، عسى أن يكون بخير. شكرا لك سال، شكرا لك أخي دانيال. يعني كلمة أخيرة بتحب تقول؟ أنا بصراحة ما سألتك مناسبة يعني نحن سوينا الحلقة على أخ أحمد خصوصا يعني بصراحة بشان موضوع الجريمة النكراء يعني بصراحة اللي سوى هذا الواطي الأفغاني. يا ريت كلمة أخيرة وتعطينا رأيك بهالجرائم هاي. حبيبي جان، أنا أول شيء سعيد فيك وبسال وسعدت بجورج بمشاركته معنا، وما لحقت أحمد صراحة يعني، ويعني كل أسف وتعازي للي صار، لأنه أنا ضد يعني كافة أشكال الدم والقتل، وبتأخر عن الاعتذار المتأخر لما كنا عارفين عن وين الحلقة نتخيل بنصها يمكن. فنحن ضد الدم، ونحن كنا دائما دعاة للسلام وسنبقى دعاة للسلام، ونتمنى أن يحل السلام بهذا العالم اللي عم بيعاني فعليا. وين ما كان، وبرجع بكرر، أينما وجد إسلام وجد الدم ووجد بحار من الدم. بتشكركم على الاستضافة الحلوة وعلى الانفيتيشن اللي كتير رائع. وأنا بتشكرك دانيال وبتشكرك أخي سال، وطبعاً أرجع أدعو الأصدقاء المسلمين إنه يا أخي إذا كان دينك حق تعا وجيب الدليل وناقشنا وناظرنا، وشبابنا الملحدين موجودين، وبأي شخص منهم ممكن يناظر مثل ما قلت من القرضاوي إلى عدنان إبراهيم إلى غيره. فبتمنى منكم يا شباب يا مسلمين تعالوا وأثبتوا أنه دينكم دين حق، يعني ما بيكفي بالشتائم أنه تثبتوا دينكم دين حق، ولا يعني بالشتائم ما رح تثبتوا أنه دين حق، بالعكس أنتوا يعني تظهروا القيمة الحقيقية للإسلام. يعني ثقافتك أنت كمسلم شتائمك هاي نابعة من الإسلام نحن بنعتبرها، فإذا بدك تثبت عكس ذلك جيب الدليل والبرهان وتعال ناقش بالعقل والمنطق
وما في شيء فوق العقل والمنطق يعني كلنا بنعرف هالشيء. طب انا بشكركم اصدقائي سالو ودانيال وشكرا كثير كثير للاخ احمد دنانه يعني، وكنت اتمنى يكون موجود معنا لاخر الحلقه لكن للاسف انقطع الخط. اشكركم اصدقائي والى اللقاء في حلقه قادمه. الى اللقاء. شكرا لك حبيبي. شكرا شكرا شباب. حبايبي حبايبي يلا سلامات. باي باي جون. ثلاثة موعدنا. See you later. ثلاثة ما تنسى. اوكي اوكي ثلاثة. طبعا راح تكون معنا حلقة اليوم الثلاثاء مع الاخ دانيال والساعة 8 كمان بنفس التوقيت اللي زعنا فيها الحلقة هي. يا ريت تكونوا معنا. شكرا كثير اصدقائي. الى اللقاء الى اللقاء. بعدنا والله.